مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من أوضة اللبس. النهاردة عندنا أحداث كتير جدا جدا في أوضة اللبس ومجموعة من الأخبار، منها بعض الأمور عشان تبقوا عارفين القصة اللي فتحناها امبارح فيما يخص مجلس إدارة النادي الأهلي وتفاصيل عدم اعتماد فوز الأستاذ الوزير الأسبق العمري فاروق. كل دي كانت مشكلة كبيرة جدا اتكلمنا فيها باستفاضة وبمستندات امبارح، عندنا جديد النهاردة هنقوله في الحلقة، وكمان أخبار مهمة عن نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني. لكن في البداية اسمحوا لي بتمنى الشفاء العاجل لصديقي وزميل الملاعب الكابتن، تعرض لوعكة صحية شديدة شوية امبارح وكان بيلعب مباراة في فرقة الشمس، وحضراتكم عارفين اتكلمنا عن فرقة الشمس، فرقة بيبقى فيها نجوم الأهلي القدامى بيلعبوا جوه النادي الأهلي أعتقد 3 أيام في الأسبوع. كان موجود كابتن إسلام، حس بتعب شوية في مستشفى المعلمين جنب النادي، راح بسرعة الدكتور شافه وقال له لأ خليك موجود مش هينفع تمشي، فعمل قسطرة والحمد لله يعني اطمنت عليه قبل ما ادخل الهوا. فعشان كده مهم جدا في البداية نقول للكابتن اسلام الشاطر الف الف سلامة، واحد من نجوم النادي الاهلي ومن الجيل الذهبي اللي كان موجود وكان لاعب كبير سواء مع منتخبنا الوطني ومع النادي الاهلي، وان شاء الله نطمن عليه اكتر ونحاول يبقى موجود معانا في اوضه اللبس نطمن كل جماهير مصر عليه، والف الف سلامة كابتن اسلام الشاطر. الحاجة التانية اللي في البداية عايزة اتكلم فيها، دايما بتبقى فيه بعض اللمسات المحترمة، وهنا هشكر المركز الإعلامي للنادي الأهلي ونزلوا النهاردة بوست لشخصي في قصة عيد ميلادي، فدي حاجة جميلة ولفتة جميلة للنادي الأهلي ما بينساش أبنائه، ودي أخلاق النادي الأهلي، الناس بتبقى موجودة مركزة في مع نجومها عارفة مين حقق تاريخ، فده كانت لقطة النهاردة أنا بشكرهم عليها جدا جدا جدا. ودايما النادي الاهلي معودنا زي ما قلت لكم ما بينساش ابنائه اللي صنعوا تاريخ كبير جدا، فانا بشكر المركز الاعلامي مره واثنين وثلاثه على الروح الجميله واللي انت ما بتنساش ابن من ابنائك. طيب اتكلمنا باستفاضه امبارح عن قصه الاستاذ الوزير الاسبق العمري فاروق، وانا شرحت لحضراتكم امبارح كل التفاصيل بالمستندات وقلت لحضراتكم انتوا الحكم شوفوا مين اللي غلطان، وهل بنسلب حقوق الجمعية العمومية لأن هي الوحيدة اللي ليها السلطة، هل النهاردة المحاضر اللي موجودة مدرك فيها اسم الأستاذ العمري فاروق، هل النهاردة الاستمارة اللي الناس داخلة 19472 اللي أعتقد 94% قالوا العمري فاروق نائبا بالتزكية للنادي الأهلي وصوتوا على الأستاذ العمري فاروق ثم عايز جمعية عمومية بعد سنة ويجي فيها 1000 2000 بقى الـ1000 و2000 اقوى من الجمعيه العموميه اللي هم مثلا هيجوا اللي هم ادلوا بصوتهم للقايمه بالكامل. في امور بتبقى غريبه جدا، هل احنا بنحافظ على استقرار الانديه؟ هل بنعمل انتخابات علشان نروح للمحاكم تاني؟ امور كتير جدا غريبه وعجيبه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واحد من الشخصيات المحترمة وأنا مبسوط جدا اللي هو معانا النهاردة عشان يوضح الجديد اللي النادي الأهلي هيعمله. دكتور سعد برحب بحضرتك. مساء الخير يا كابتن شادي وشكرا جزيلا لحضرتك، وأنا كمان سعيد أن أنا أكون مع حضرتك. فوجئنا بعد إعلان الفوز قائمة الكابتن محمود الخطيب بالكامل، عدم اعتماد فوز الأستاذ العمري فاروق بعد اعتقد زي ما انا قلت وحضرتك معايا 94% بيصوتوا للاستاذ العمري فاروق، وكل المحاضر اللي موجوده عرضناها امبارح وكل الامور بتقول اوراق النادي الاهلي سليمه 100%. الاخبار عايزين نعرف ايه الجديد وايه الاجراءات اللي هيتخذها النادي الاهلي. تمام يا كابتن شادي، بس خليني ارجع على نقطه مهمه حضرتك ذكرتها في البدايه يمكن ما اتذكرتش كتير في وسائل الاعلام، هو فلسفه القانون المصري الجديد. الفلسفه الجديده يعني احنا قعدنا من 2008 لو حضرتك تتذكر لحد 2017 عشان نعمل تعديل في القانون الخاص بالرياضه عشان نعلي من شان الجمعيه العموميه وتكون الجمعيه العموميه هي اعلى سلطه داخل المؤسسه الرياضيه. بالظبط ده الفلسفه بتاعت القانون كله.
وفلسفه النظام الاساسي للجنه الاولمبيه الدوليه. يبقى ده مهم بالنسبه لنا ناخده بعين الاعتبار، وان كان كل احترام وتقدير لنص اللوائح اللي موجود. نص اللوائح اللي موجود بيقول ان احنا عندنا منصب وحيد او مرشح وحيد على منصب نائب الرئيس. المنصب ده بيتم اعتماد فوزه بالتزكيه من قبل الجمعيه العموميه، وتم تصميم الاستماره التصويت اللي تم اعتمادها من الجهه الاداريه. ويمكن انا برضو هنا عايز اشير لحاجه مهمه، ان الجهه الاداريه على فكره القانون لا يمنح ليها الاشراف على انتخابات الانديه، ولكن اللي بيمنحها ده تفويض صادر عن اللجنه الاولمبيه، عشان برضو اللجنه الاولمبيه لابد ان تكون موجوده معانا في هذا المشهد. هي اللي بتعتمد تشكيل مجلس الاداره، وهي اللي فوضت الجهه الاداريه. عشان كده احنا كنا بنتعامل مع الجهه الاداريه. الجهه الاداريه الاستماره مكتوب فيها اوافق ولا اوافق. زي ما حضرتك ذكرت حصل على 94 صوت. في الحقيقه احنا النهارده يعني كان عندنا ثلاث خطابات مهمه، خطاب موجه لوزاره الرياضه بيؤكد على صحه الاجراءات اللي اتخذها النادي الاهلي، وبيؤكد على ضروره اعتماد تشكيل المجلس في ضوء ما تم من اجراءات صحيحه، وبالتالي ان تشكيل المجلس يكون في كل فئاته، كل فئاته في رئيس وفي نائب رئيس وفي امين صندوق، سبع اعضاء فوق السن وفي اثنين اعضاء تحت السن. بعتنا جواب للجنه الاولمبيه بيحمل نفس المعنى وبيحمل نفس الطلب، ان الطلب كمان في نقطه مهمه حضرتك تفضلت فيها مشكورا، سؤال طرحته، هل احنا لدينا رغبه شديده في دعم استقرار الانديه وخاصه النادي الاهلي اللي تقريبا من 50-60% من تشكيلات المنتخبات الوطنيه هم لعيبه في النادي الاهلي؟ هيبقى ده، هل ده استقرار النادي الاهلي اللي بينعكس على استقرار الرياضه كلها مش بس النادي الاهلي؟ واحنا طلبنا بالفعل من اللجنه الاولمبيه ان تبادلنا الحرص على استقرار اكبر مؤسسه رياضيه وطنيه. دكتور سعد، عايز استغل وجود حضرتك معايا واسف على المقاطعه، ده الخطاب عرضناه امبارح، ده الخطاب المحضر الرسمي اللي قبل الانتخابات ماضي عليه حضرتك وماضي عليه كابتن محمود الخطيب يوم 26/11 وماضي عليه السيد المستشار احمد لطفي عبد الرحيم والسيد المستشار اسامه عبد العزيز تاج الدين، ومكتوب فيه قولا واحدا اعتماد فوز منصب نائب الرئيس بالتزكيه نظرا لتوافر نصاب القانون. ادي ده واحد. اتنين، الاستمارة عرضها لي مرة تانية في وجود الدكتور سعد شلبي عشان الأمور تبقى واضحة بقى للجميع على الهوا كده. الخطاب بتاع الاستمارة بتاعت مش ده يا جماعة، الاستمارة اللي الجمعية العمومية مكتوب فيها أوافق أو لا أوافق، فبالتالي الناس دخلت، الأعضاء الجمعية العمومية دخلوا ادوا القايمة كاملة بنجاح القايمة كاملة، وفيهم نائب الرئيس بالتزكية مكتوب كده بالخط العريض نائب الرئيس بالتزكية، و 19472 صوتوا الأستاذ العمري فاروق. طب ما هو الناس كلها عارفة لو في حاجة غلط مكانه أشاروا الناس الموجودة قالوا في خطأ قبل ما يحصل الكلام ده كله. واحنا كنا يا كابتن شادي احنا كنا بنلتزم بكل التوجيهات، والدليل على كده والدليل على صحه الطرح اللي حضرتك تفضلت بيه مشكورا، ان احنا لما جينا نضيف الدكتور وليد الفيد وامتثلنا للحكم القضائي، الجهه الاداريه قالت لا، هي واللجنه الاولمبيه الاثنين اشتركوا في قولت لا احنا الاثنين هنستشكل على هذا الحكم، وامتثلنا ايضا وانتظرنا. وبعدين لما طلع الصيغه التنفيذيه للحكم احنا كنادي اهلي بعتنا ملف المرشح واستماره الترشيح مضاف فيها للجهه الاداريه، والجهه الاداريه رفضت ان هي عملتوا استشكال عكسي يعني. عملنا استشكال لان احنا كنا حريصين على حاجه واحده، ان الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي هي من لها الحق في ان هي تختار مجلس ادارتها، وواثقين ان هي تختار الاصلح لمجلس الاداره، فاذا اختارت سين او صاد ده حق اصيل ليها. فده كان حرصنا من هذا الجانب. بعد ما خلصت الاجراءات دي، الاستماره دي تم ختمها من الجهه الاداريه، وكانوا موجودين معانا طوال يوم الاربعاء لحد الصباح الباكر لحد ما خلصنا وعرضنا. الحاجه الثالثه بقى المهمه، ان حضرتك هتلاقي كل الاسماء المرشحين الا باستثناء الاسم بتاع منصب النائب، لانه منصب وحيد هو اللي فيه كلمه موافق او غير موافق. ده انا عرضه على الشاشه اهو دلوقتي. مطلوب اهو وحضرتك معايا، ما هو الناس شايفه وهم والاستمارات موجوده، وده الغريب. منصب نائب الرئيس العمري فاروق محمد عبد الحميد العمري، اسم الشهره العمري فاروق العمري، مطلوب اعتماد الفوز بالتزكيه.
اروح بقى استنى سنه ليه؟ الجمعيه عموميه ممكن يحضر فيها 500 ولا 1000 وكده كده هيعتمد اللي هو موجود، نعمل ازمه بدون لازمه ليه؟ من وجهه نظرك. بالاضافه لان في محضر موجود زي ما حضرتك ذكرت، المحضر ده موقع من اللجنه، مستشارين من اللجنه الاولمبيه ممثلين ليها، موقع من ممثلين للجهه الاداريه، موقع من رئيس الجمعيه العموميه الكابتن محمود بصفته رئيس الجمعيه ورئيس مجلس الاداره، ثم موقع ايضا من النادي الاهلي من جهازه التنفيذي، فعليه كل التوقيعات اللي موجوده، وايضا موقع من الهيئه القضائيه الموقره اللي موجوده بتشرف على الانتخابات. كل المحضر ده وموجود في بند ويشير الى اعتماد فوز منصب السيد العامري فاروق بالتسكين. فالامور بالنسبه لنا كنادي اهلي هي صحيحه بنسبه 100%. صحيحه بنسبه 100%. طيب ممكن، وكمان يؤكد صحه موقف النادي الاهلي ان هناك انديه في نفس نطاق الاشراف للجهه الاداريه اللي قادت اشرفت على انتخابات النادي الاهلي بالتنسيق مع اللجنه الاولمبيه حصل عندها الفوز بالتزكيه. هليوبلس والزهور من قبل اللجنه الاولمبيه. نادي هليوبلس ونادي الزهور. هو احترام وتقدير، انا مش عايز اقول اسماء الانديه عشان ما اثبتش حرج لحد، بس احنا عندنا مبدا في النادي الاهلي في الحقيقه ان احنا مش عايزين ندخل اي طرف يعني في مشاكل، لكن في حاله مماثله اعتمدتها اللجنه الاولمبيه الفوز بمنصب مناصب، خمس مناصب او على ما اعتقد اربعه كمان بالتزكيه. الفوز بالتزكيه ده تم اعتماد وتشكيل المجلس، والمجلس يعمل الان، فيعني احنا كلنا ثقه ان اللجنه الاولمبيه تعتمد فوز القايمه اللي موجوده بالتزكيه منها العمري الاستاذ العمري فاروق، ويتم ارسال الخطاب بهذا الشأن ده حفاظا على استقرار النادي الاهلي وحفاظا ايضا على استقرار الرياضه المصريه اللي النادي الاهلي بيلعب دورها. استاذن حضرتك نوضح لكل جماهير مصر احنا يعني المنوط بالانتخابات استقرار الانديه، تعظيم دور الجمعيه العموميه، ولازم نفهم في النادي الاهلي لائحته ايه يا جماعه، وانا مع الدكتور سعد يعني يوضح لي لو بقول حاجه غلط. النهارده نائب الرئيس، هي المشكله ما انت ممكن تستنى، ما عندناش مشكله خالص، ولكن المشكله الحقيقيه اللي نائب الرئيس هو بالتبعيه هو رئيس المكتب التنفيذي، فده مطبخ النادي الاهلي، فهتبقى في مشكله هنا، لان لائحه النادي الاهلي ده موجود فيها. ده واحد. اتنين، تعالوا نقول اللي مثلا على سبيل المثال الكابتن محمود الخطيب والاستاذ خالد مرتجي والاستاذ العمري فاروق نزلوا وبالتزكيه وما فيش حد، معناه ان انت مش هتعتمد الثلاثه، يبقى دخلت النادي الاهلي في ورطه. ما هي نفس الفكره، بدل واحد كان ممكن يبقوا ثلاثه. متفق معايا في الكلام اللي انا بقوله يا دكتور سعد ولا لا؟ اكيد اكيد انا متفق مع حضرتك في ان في اللائحه بتدي اختصاصات للنائب، اختصاصات مهمه، وحضرتك ذكرت المكتب التنفيذي، وده بيبقى مطبخ النادي، مش بس النادي الاهلي، هو مطبخ كل الانديه. طالما هناك مكتب تنفيذي هو اللي بيجهز عمليه صناعه القرار لمجلس الاداره، وبالتالي ده له دور مهم، مش بس ان هو بيحل محل الرئيس في حاله غيابه، لا ده هو بيترأس المكتب التنفيذي، والمكتب التنفيذي ده واحد من العمليات المهمه في النادي. الحاجه الثانيه حضرتك ما ضربت مثال مهم جدا جدا، اذا كان في حاله وجود الثلاث مناصب رئيسيه اللي هو الرئيس ونائب الرئيس وامين الصندوق، معناه كده ان انت بتدخل النادي في حاله شلل تام في الثلاث مناصب الرئيسيه دول. الحاجه الثالثه والاخيره ان فعلا لو قرينا نص الماده 43 هتقول ان في حاله وجود مرشح وحيد على المنصب يتم عرضه على الجمعيه العموميه، وفي حاله فوزه ب 25% على الاقل من اصوات الحاضرين يعتمد فوزه بالتزكيه، وهو ما تم بالفعل، وهو ما تم انعكاسه في استماره التصويت، هو ما تم ايضا في المحضر الموقع من الساده المستشارين الافاضل، هو ما تم اعتماده من النادي الاهلي، هو ده ما تم من اجراءات. وبالتالي في الحقيقه احنا عندنا انتظار للموقف السليم اللي بيتوافق مع صحه الاجراءات اللي اخذها النادي الاهلي. طب ولو النادي الاهلي عايز يخلص الموضوع يدعو الجمعيه العموميه، لازم بعد سنه؟ ما هو شرط ان الجمعيه العموميه في النظام الاساسي بتقول لو في حاله الانتخابات لا يتم اجراءها الا في جمعيه عموميه، والجمعيه العموميه العاديه بتعقد في موعد محدد بعد انتهاء السنه الماليه اللي هو في شهر 7، وبالتالي احنا كده كده راح لو هنمشي على نفس المنهاج ده هنروح لشهر 11، لان الميزانيه بعد شهر 7 لما بتتقفل وتتراجع من مراقب الحسابات بنوصل لشهر 11. ما ينفعش برضو، انا بسال الاقاويل اللي بتتقال من الناس كلها، ما ينفعش الجمعيه العموميه طارئه؟
لا، الجمعية الانتخابات لا تتم إلا في جمعية عمومية عادية. طيب، جالكم خطاب النهارده من اللجنة الأولمبية باعتماد مجلس إدارة النادي الأهلي إلا الأستاذ العمري فاروق. هو بالفعل جالنا خطاب استلمناه من الجهة الإدارية، لأنه اللجنة الأولمبية بعتته للجهة الإدارية وإحنا استلمناه من اللجنة الأولمبية، بس في الحقيقة الخطاب بيحمل فتياته برضه خطأ آخر، لأنه هو بيشير في الخطاب إن هذا الخطاب لاعتماد مجلس الإدارة بناءً على خطاب من النادي الأهلي، والنادي الأهلي لم يرسل خطاب للجنة الأولمبية بيطلب فيه اعتماد المجلس. إحنا ما عملناش كده. طب يعني الحل من وجهة نظر حضرتك؟ الحل من وجهة نطبق صحيح القانون اللي التزم بيه النادي الأهلي، صحيح اللائحة بتاعت النظام الأساسي بتاعت النادي الأهلي اللي موجودة ومعتمدة من اللجنة الأولمبية وبتتوافق مع اللائحة الاسترشادية، المادة ليست مادة غريبة وأضافها النادي الأهلي بمفرده، ده موجودة في نص اللائحة الاسترشادية صادرة عن اللجنة الأولمبية، المادة دي تتوافق مع عدد كبير من المواد لعدد كبير من الأندية المصرية وتم فوز بعض أعضائها بالتزكية وتم اعتماده، ده الحل اللي موجود وسليم. الحل الآخر أيضا هو الحفاظ على استقرار النادي الأهلي كأكبر مؤسسة رياضية وطنية موجودة، ده لازم يتحافظ على استقراره، وده بيتوافق مع التوجهات بالحقيقة بتاعت قيادة الدولة المصرية اللي بتسعى توفير كل سبل الاستقرار لكل مؤسسات الدولة المصرية. فخامة السيد الرئيس بيؤكد في كل لقاء على أن أهم عنصر لانطلاق الدولة في دولة في الجديدة لمصر أن يكون هناك استقرار. طيب، من ضمن الأمور اللي عايز أعرفها برضو عشان نبقى ملمين أكتر، يعني اتجاهات أو تحركات النادي الأهلي، النادي الأهلي بالفعل خاطب هيئة قضايا الدولة وبيتكلم عاوز المحضر بتاع محضر اللي قبل الانتخابات اللي كنا بنتكلم فيه من شوية. طبعا احنا في الحقيقة أرسلنا خطاب لهيئة قضايا الدولة الموقرة في الحقيقة النهاردة، والخطاب ان شاء الله نامل ان هيئه قضايا الدوله لدينا كل ثقه في ان هي تستجيب لطلب النادي الاهلي اللي بيتوافق مع صحيح القانون، لان احنا اللي طلبنا هيئه قضايا الدوله للاشراف على الانتخابات وفقا للنظام الاساسي بتاعنا، لان النظام الاساسي بتاعنا بيشير الى ان الانتخابات بتاعه النادي الاهلي تجرى تحت اشراف قضائي كامل، وده تم بالفعل، ويتم استدراج محضر الاجتماع ويتم تسليمنا ان شاء الله هذا المحضر باذن الله. دكتور سعد، انا اسف على الاطاله بس مهم جدا وجود حضرتك، وعايزين نستغل وجود حضرتك ونعرف بعض الامور، لان انا عارف اللي دايما النادي الاهلي بيشتغل بيبص لبكره وبعده للمستقبل. في ازمه للنادي الاهلي بعيد كمان عن قصه الانتخابات في كاس العالم للانديه، خصوصا اللي فيه بطوله امم افريقيا، وهتروح كاس العالم للانديه في الامارات ممكن تفقد 10 لاعبين مهمين جدا. هتعملوا ايه؟ احنا بالحقيقه اتحركنا بالفعل، والنهارده تم يعني اعداد 3 خطابات، خطاب موجه للاتحاد المصري لكره القدم لكي يتم تدرج الموقف، لان النادي الاهلي زي ما حضرتك ذكرت فيه 8 لاعبين موجودين في قائمه المنتخب الوطني يحملوا الجنسيه المصريه، وفي 3 لاعبين اجانب ايضا يحملوا جنسيات اخرى، اللاعب علي معلول وبدر بانون واليو ديانج، دولت يحملوا جنسيات دول اخرى ومشتركين ايضا في البطوله، وبالتالي يبقى في 11 لعيب دولت بيمثلوا 50% من قوام الفريق في الحقيقه، وبالتالي دولت هيبقوا مؤثرين جدا في ان انت تشترك في بطوله انت ترغب انك تحقق فيها رقم جديد بعد ما كنت فائز بالمركز الثالث والميداليه البرونزيه، وجماهير النادي الاهلي كلها طموحات ان فريقها يلبيها دايما في كل بطوله وفي كل منافسه. خطيبنا ايضا ارسلنا الجواب ان شاء الله هيطلع بكره للاتحاد الافريقي لكره القدم ليتم تدارك الامر، ارسلنا ايضا خطاب للاتحاد الدولي لكره القدم عشان يتدارج موعد التداخل موعد بطوله كاس العالم للانديه مع بطوله كاس الامم الافريقيه، مش بس تداخل ولكن ايضا حضرتك كابتن شادي انت طبعا واحد من كباتن فريق النادي الاهلي التاريخيين، عارف ان هيتم استدعاء اللعيبه دي بدايه من 1 يناير، معناها ان اللعيبه دي اكثر من شهر مش هتكون مع المدرب، وبالتالي الاستعداد بشكل جيد للبطوله ايضا كمان هيكون فيه مشكله، فاحنا حريصين جدا جدا ان ما يحصلش هذا التداخل، وان النادي الاهلي ياخد فرصته بالتساوي مع اي فريق اخر في الاستعداد بشكل جيد للبطوله حتى يلبي طموحاته وايضا تحقق البطوله النجاح، لان النادي الاهلي حقيقي حقيقي هو واحد من عناصر النجاح لكاس العالم للانديه،
وخير شاهد على ذلك البطوله الاخيره في دوله قطر الشقيقه، عندما كل العالم بما فيهم رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم اشار بان كانت احد عوامل نجاح البطوله هي الحضور الجماهيري لفريق النادي الاهلي. دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومبسوط جدا لحضرتك تبقى موجود وتوضح بنفسك. ده شيء اكيد كل الاهلاويه بيبقوا عايزين مسؤول يطلع يتكلم يشوف تحركات النادي الاهلي. عجبني كمان من خلال الحوار مع الدكتور سعد، الراجل هو بيتكلم على الاهلي قلعه كبيره، وبيحترم بقيه المؤسسات، بيحترم اللجنه الاولمبيه، بيحترم الوزاره، وبيتكلم اللي احنا دايما بيبقى فيه خطابات وكلام لازم يبقى فيه حل. هل احنا لما بنعمل انتخابات يا جماعه بنعمل انتخابات علشان يحصل استقرار ولا عشان نروح المحاكم؟ امر غريب جدا. يعني انا قلت وهفضل اقول اتجاهات الدوله اللي فيه شغل كبير جدا في كل المجالات، وقطاع الرياضه قلنا خلاص انتخابات الاتحادات، وقلنا انتخابات الانديه، وعشان تبتدي بقى تخطط لناديك، وفي ناس تقول لك وجوه جديده وكلام كله ايجابي بشكل، تيجي فجاه في اكبر قلعه رياضيه تلاقي عدم اعتماد النائب، ولما تيجي تتكلم في المنطق وفي العقل في الموضوع هتلاقي اللي فيه امر غريب. لازم نحل بعيد عن اللي احنا نلجا للقضاء والمحاكم والكلام ده كله، لان الرياضه مش منوط بيها الكلام ده كله. وبعدين لازم يا جماعه، هو ده اللي احنا بنقوله، هو احنا لما بنغير في القانون علشان تعظيم دور الجمعيه العموميه ولا عشان نعمل مشاكل وما نحترمش اراء الجمعيه العموميه؟ هي صاحبه السلطه، هي اللي بتشيل مجلس اداره وتجيب مجلس اداره، هي اللي بتراجع كل حاجه في الجمعيه العموميه اللي موجوده. موضوع مهم جدا، وان شاء الله هنفضل وراه لغايه لما يحصل استقرار لكل الانديه زي ما عملنا مع نادي الزمالك بنعمل مع النادي الاهلي. كلنا عارفين ان المنتخب الوطني في كاس العرب بيستعد باللعيبه المحليين، بيضم عناصر جديده، اولى مبارياته يوم الاربعاء القادم. عايزين ندردش يبقى موجود معانا، وانا ببقى سعيد جدا لما بسمع صوته بيختفي كده، واختفائه بيبقى مش بالسهل، تلاقيه بقى بيعمل معسكرات، تلاقيه بيخطط، لان انا اعلم مدرسه النظام بتاعته كويس جدا. كابتن شوقي غريب برحب بحضرتك. اهلا بيك، ازيك يا كابتن شادي؟ كل سنه وانت طيب. وحشنا كابتن شوقي، ما تسالش على الله يخليك، ربنا يخليك يا حبيبي يا رب، كله خير. وحشنا كابتن شوقي. الله يخليك يا شادي، ربنا يخليك يا حبيبي. ازاي حضرتك كابتن؟ كله خير والله، الحمد لله، كله تمام. قبل ما اروح للمنتخب طمني يا كابتن على المنتخب الاولمبي، وانا عارف طالما انت مختفي كده، فاكر يا كابتن ايام كاس الامم 2008 والمجلد اللي كنت بتسلمه لكل لعيب من اول يوم لاخر يوم؟ تمام تمام، وده اللي احنا برضو ماشيين عليه يا كابتن شادي. ولو جيت شفت الفريق اللي قبل كده، احنا كان في اعداد قوي، اعداد مباريات كانت على مستوى كبير مع فرق كبيره ومع منتخبات لا اسمها كبير، ده كان ليه مردود كبير على اللعيبه. انت فاكر لو كنا بادئين بالمنتخب عدد اللعيبه ما كانش يزيد على 10% اللي بيلعبوا في الدوري، وخلال المسيره بتاع المنتخب وخلال مشاركه الانديه اللي لعبتها دي، احنا لما جينا نوصل لاخر مرحله او اخر حاجه كانت اللعيبه كلها بتلعب الحمد لله يعني، فده بيبقى شيء طيب وشيء كويس. والحاجه الثانيه انك بتدي للمنتخب الاول لعيبه في النهايه تدعيم، وده الدور الاساسي يعني، خلينا نقول الدور الاساسي، سواء منتخب ناشئين سواء منتخب الشباب سواء المنتخب الاول الاولمبي، انك في النهايه مردودك كام لاعب من عندك او مين اللعيبه اللي بدات تلعب في المنتخب الاول، هو ده اللي بيبقى المكسب الحقيقي يعني، بره المكسب الثاني من اي حاجه. وعشان كده برضو احنا بننظم للمنتخب، خلينا اقول احنا ساعات بنفتقد ان احنا في اوقات الاجنده الدوليه ما نلعبش، في اوقات المعسكرات ما نلعبش، في اوقات دي ما نعملش معسكرات، في الاوقات بتاع اللعيبه اللي بتحتاج دور تعليمي كبير اكتر من والتزام، كل ده بيتنظم دلوقتي للمنتخب بتاع 2001، وده الدور اللي احنا بنقوم بيه يا كابتن شادي. كابتن شوقي، ايه رايك في الناس اللي كانت بتطالب في كاس العرب يشارك المنتخب الاولمبي؟ بص، هو خلينا اقول على حاجه، هو مشاركه المنتخب الاولمبي لو كانت في كاس العرب كانت هتبقى بس الحاجه الوحيده، ان كان ممكن مستر كروش يشوف لعيبه اكتر من اللي هو شايفه، لكن بصراحه هو بيختار لعيبه كتير يعني، هو مختار لعيبه كتير
ولاعيبه جديده ولاعيبه تبقى موجوده. المسابقه برضو كان اللي بيتكلم كان من وجهه نظره ان المسابقه ممكن تستمر، المسابقه ممكن تستمر وتعمل، وفي منتخبات بعض المنتخبات زي منتخب السعوديه زي كذا منتخب بداوا يعملوا، لكن لاحظ برضو ان في منتخبات ثانيه يا كابتن شادي دخلت باللعيبه الكبار كلها ودخلت بقوه الجزائر والمغرب، لا يعني خليني اقول ايه، دخلت بمحترفينها اللي هم بيلعبوا في الدول العربيه. يعني انت لو تشوف بعض يعني لما تيجي تشوف قائمه الجزائر تلاقي فيها اكثر من لاعب هم جامعين بالاثنين، بين عصب المنتخب الاول وعصب بالنسبه لهم والمجموعه اللي موجوده دلوقتي. زي ما احنا عندنا مثلا غياب كل المحترفين، لكن احنا بنعتبر زي بغداد بنجاح زي سليماني زي يعني في كذا لاعب من منتخب الجزائر كلهم متواجدين معاهم، دول بيمثلوا قوه لمنتخب بيمثلوا فعلا قوه لمنتخب الجزائر. بالظبط. فعشان كده يعني كويس ان مستر كرش اللي فكر فيه ان المجموعه اللي خدتها فيها مجموعه كتيره ما شاركتش كتير في المنتخب، او مجموعه كتيره محتاجه انها تلعب ماتشات وتكتسب الصفه الدوليه. انت عارف برضو كتير لما لعيب بيلعب بيكتسب الصفه الدوليه، انت بتبقى لك الرؤيه بتاعته، تبقى لك الشكل بتاعه، فدي كلها يعني هو مش هيلاقي وقت يقدر يلعب فيه ماتشات زي الوقت ده، لان دايما الاجندات دلوقتي يا كابتن شادي بتبقى محطوط فيها ماتشات في التصفيات، فما بيعرفش يلعب ماتش متكامل خالص، ما يعرفش يلعب ماتش ودي، بيبقى فيه صعوبه انه يلعب ماتش ودي في ظل الزحمه بتاع البرامج وزحمه المسابقات وزحمه البطولات اللي موجوده، وبعد الكورونا كله بقى بيندمج كده في سنه واحده، تلاقي مثلا عندك بطولات كتير وحاجات كتيره، ده المشكله اللي موجوده يعني. كابتن شوقي يعني عايزين لقطه اللبس كده تقول لنا كابتن شوقي، نستاذن حضرتك، مين الفرق اللي انت يعني مرشحها في المعسكر القادم؟ هل عينك اتفقت على منتخب معين المعسكر اللي جاي؟ طمنا على المنتخب الاولمبي، الماتشات الوديه اللي في دماغ حضرتك. بص يا كابتن شادي، احنا خليني اقول لك ان احنا بنعمل برنامج حتى التصفيات النهائيه زي البرنامج اللي كان محطوط قبل كده، استغلال جميع الاجندات الدوليه ان انت تلعب فيها مباريات. بدأنا بنخاطب دول عشان يبقى الماتشات اللي هنلعبها امتى؟ انت عارف ان انت مرتبط باجندات دوليه، لان اللعيبه اللي عندك برضو معظمهم على المدى اللي جاي هيبقى فيه يعني خلينا اقول ايه؟ احنا كنا في المعسكر اللي فات، اول معسكر عملناه شفنا عدد كبير جدا من اللعيبه، سواء اللعيبه بتبقى متواجده في الفريق الاول بس ما بتلعبش بصفه اساسيه، وفي لعيبه بتلعب بصفه اساسيه، في لعيبه ثانيه بتلعب في دوري القطاعات، في منجم بقى موجود اللي هو الدرجه الثانيه يا كابتن شادي. انا سامع لحضرتك من ثلاث لاربع لاعبين جامدين جدا عينك عليهم. دي حقيقه؟ لا يعني كانوا معانا في المعسكر اللي فات، وفي لعيبه كانت هتبقى موجوده معانا برضو في المعسكرات اللي جايه، برضو لازم دولت ياخدوا حقهم، لان في مجموعه كبيره وكلهم بيلعبوا في انديه كويسه. زي مين يا كابتن شوقي؟ يعني انا اقول لك احنا شفنا لعيب من سبورتنج، شفنا لعيب من المنصوره، شفنا لعيب من القناه، شفنا لعيب من ملاوي، شفنا لعيب من زد، شفنا لعيب من السكه الحديد، من نادي النصر، من يعني انا بحكي لك على انديه كل دولت عندهم لعيبه موجوده، بجانب ان انت بتلاقي يعني خلينا اقول على 2000 جون كبار اول ما نشأوا في انديه الدرجه الثانيه. بالظبط. وبداوا من الدرجه الثانيه يروحوا ايه؟ يروحوا انديه الدوله عشان يروحوا منتخبات. طب ما اللعيبه دي طالما هي عندها الكفاءه، يعني احنا عندنا نجوم كبيره يعني في مصر كلها بدات تبدا في انديه الدرجه الثانيه. اللعيبه اللي انا بكلمك عليها دي فعلا والله يا كابتن شادي مؤهله انها تلعب في الدوري؟ اه مؤهله انها تلعب في الدوري. ومؤهله انها تلعب وبصفه كويسه؟ مؤهله انها تلعب وبصفه كويسه، ولعيبه بتملك امكانيات كويسه. يعني احنا لما جربناهم في المعسكر الاخير، احنا تعرف كان المعسكر عشان احنا عايزين نشوف اكبر عدد من اللعيبه، فعملنا المعسكر على ثلاث مراحل، يمكن المعسكر اللي جاي برضه نحاول نعمله على مرحلتين برضه، يعني نقلل المراحل تبقى مرحلتين بدل ثلاث مراحل عشان نشوف عدد تاني برضه من اللعيبه، لان كل مره احنا بنشوف لعيبه او بيجينا من اللي هم الناس الكشافين، او خليني اقول لك كابتن شادي ممكن يشوف لعيب كويس في نادي في الدرجه الثانيه او في نادي ثاني او في اي حاجه،
يقول يا كابتن في لعيب فلان الفلاني شوفوه. استاذنك كابتن شوقي، دي رساله لكل اللاعبي الاعمار السنيه بتاعت المنتخب الاولمبي من كابتن شوقي. اي لعيب هيتالق في الدرجه الثانيه، اي لاعب هيظهر بشكل كويس جدا، عين الكابتن شوقي عليه. فدورك اللي انت تتالق عشان تروح المنتخب. الصفه الدوليه كابتن شوقي في معسكراته بيبقى منظم جدا، وخليني اقول الحقيقه انا شاهد على الكلام ده كله، فيقدر معاه بالمباريات الوديه اللي بيعملها، وتقدر معاه تكتسب الصفه الدوليه، منها تروح نادي كبير، ومنها تقدر تلعب وتمثل بلدك، ومنها المنتخب الاول يشوفك. فكلام الكابتن شوقي مهم جدا جدا. كابتن شوقي المعسكر اللي جاي كام يوم كام، ومين المباراه الوديه اللي عينك عليها؟ يعني احنا هنعمل المعسكر اللي جاي خلال الاسبوع القادم باذن الله. طبعا هنراعي ان في بعض الانديه عندها ماتشات، زي مثلا ابراهيم عادل عنده ماتش في افريقيا، محمود صبر بيبقى دايما موجود في القايمه، دول لعيبه من بيراميدز مثلا بعد ما يخلصوا ماتشهم يبقوا متواجدين. عندنا لعيبه بتقدر بتلعب بصفه اساسيه، يعني في كذا لعيب لعبوا بصفه اساسيه خلال الماتشات بتاع الدوري. احنا عايزين اللعيبه دي كلها تبدا في هارموني بينهم وبين بعض. هنعمل معسكر ده لمده 4 ايام او كده او 5 ايام، وبعدين نعمل معسكر تاني يومين. انت عارف ان في ماتشات الدرجه الثانيه بتتلعب دايما خميس وجمعه وسبت. ايوه. فاحنا برضو لازم نراعي اللعيبه دي. في عندك دوري بالمناسبه كمان، دوري 2001 بيبقى فيه متابعه في كل المباريات الجاهزه، في كل الماتشات نشوف معظم الفرق، يعني كل اسبوع بنشوف 4 مباريات تقريبا، لانهم كلهم بيتلعبوا في يوم واحد يوم السبت بس. فبرضه هيبقى عندنا مراعاه ان اللعيبه دي بتلعب في الدوري، ما بنطلبش نوقف الدوري، الدوري يبقى ما شغال، واللعيبه اللي موجوده في المعسكر ممكن المعسكر مثلا مباراه يوم السبت ممكن يروح نادي يوم الخميس يلعب المباراه ويرجع، ما عندناش مشكله يعني خالص، بس تحافظ على المسابقه انها تفضل شغاله. واحنا برضه نبدا نشوف اللعيبه، يعني احنا وصلنا دلوقتي بنلعب في الاسابيع الثامن والتاسع، يعني حاجه كويسه انك تنهي الدوري، لانك بعد كده كابتن شادي هتلاقي نفسك في الاجندات الدوليه اللي انت عايز تعمل فيها مباراه. يعني احنا عندنا مثلا بطوله شمال افريقيا، ودي كان اخر اجتماع حتى ساعه ما كانت هنا اللجنه في ساعه الاتحاد الافريقي، في الاجتماع بتاع الاتحاد الافريقي اللي بتاع شمال افريقيا. انا قعدت معاهم واتكلمت معاهم، وهم بيفكروا ان البطوله بتاعت شمال افريقيا تتلعب في فتره بطوله امم افريقيا اللي هي من 9 يناير ل 6 فبراير، خاصه انها كانت المفروض تتلعب في شهر 12، وانت عارف في ليبيا في انتخابات دلوقتي في شهر 12، انتخابات رئاسيه وفي بعض الحاجات يعني. كابتن يعني خلينا ناخد معلومه من حضرتك، اكيد عندك تفاصيل، ممكن تتلعب في مصر فعلا بطوله شمال افريقيا؟ بطولة شمال افريقيا يعني؟ ايوه بطولة شمال افريقيا. سهل تتلعب في مصر، ايه المشكلة؟ لكن انا انا بحكي لك على الوضع اللي موجود دلوقتي. يعني الوضع، يعني احنا كان عندنا الكابتن محمود جابر كان في بطولة شمال افريقيا اتلعبت في تونس. في كابتن محمد وهاب في بطولة شمال افريقيا تتلعب في الجزائر لسن 17 سنة. البطولة دي اللي كانت في ليبيا كانت المفروض هي دي عندنا في شهر 3 في بطولة العرب، واحنا برضو بنخاطب في اجنده شهر 6 واجنده شهر 3 واجنده شهر 9 بنخاطب، لان التصفيات اللي لنا اللي جانا ان التصفيات هتبدا من شهر 10، الدور التمهيدي الاول في 3 ادوار، والدور الثاني تقريبا هيبقى في شهر 3، والدور الثالث هيبقى في شهر 6. دول الثلاث ادوار يعني دول بالترتيب شهر 10 او 11، اللي هم الدور التمهيدي الاول، الدور التمهيدي الثاني في شهر 3 برضو، كل دول 10 او 11 السنه دي اللي هي سنه 2022، وبعدين ثم الدور التمهيدي الثاني هتبقى في 23، دور التمهيدي الاخير هيبقى في 26 23، ثم البطوله المجمعه زي اللي لعبناها في مصر يا كابتن شادي. البطوله المجمعه دي هتتلعب في شهر 10 2023، وعلى طول هيتم اختيار الثلاث دول اللي هيروحوا فين؟ اللي هيروحوا باذن الله فرنسا في اولمبياد باريس. اعتقد باذن الله. كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، انا بشكر حضرتك كابتن شوقي شكرا جزيلا، وكل الدعم ليك، وان شاء الله ربنا يوفقك في مسيرتك مع المنتخب الاولمبي.
هرجع بسرعه الم لكم بقى الاخبار كده كلها فيما يخص النادي الاهلي والنادي الزمالك. كنا قلنا النادي الاهلي كده اللي هو بيلجا لهيئه قضايا الدوله علشان يضمن حقه في تعظيم صوت الجماعه العموميه اللي هي صاحبه السلطه، فهيبتدي ده قرار من وجهه نظري قرار تصعيدي ده بوضوح. فيما يخص مجلس اداره النادي الاهلي كمان كان موجود، وموجود الاستاذ العمري فاروق في فرع الشيخ زايد، موجودين بالكامل المجلس، يرأسه الكابتن محمود الخطيب، وبيخرجوا بكلام عايزين يشوفوا يوجدوا حل في وجود المجلس بالكامل، ورسالة واضحة لموجود الأستاذ العمري فاروق. ده مش تعنت، ده اسمه تعظيم دور الجمعية العمومية علشان النادي الأهلي مؤسسة عريقة حضر فيها في انتخابات عدد كبير جدا، فمهم جدا النادي الأهلي يحافظ على حقوقه وعلى على كل واحد صوت في الجمعية العمومية، فبالتالي لازم تحافظ على استقرار النادي الأهلي، وبالتالي لازم تحافظ على آراء الناس. احنا ليه يا جماعة بنتكلم في لوائح وقوانين بتتغير؟ ليه بتتغير؟ علشان اللي انت الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة، هي صاحبة، هنفضل طول الوقت نقول كده في أوضة اللبس القوانين الجديدة كلها ليه؟ عشان تدي الحق للجمعيات العمومية. فبالتالي تاني وتالت ورابع ومليون لازم نفهم اللي لائحة النادي الأهلي فيها النائب، النائب بالتبعية بيبقى مدير المكتب التنفيذي، مدير المكتب التنفيذي ده بقى ده المطبخ بتاع النادي كله. النهاردة انت بتعطل الأمور دي كلها، ده فيما يخص النادي الأهلي. خلينا كمان نطير بسرعة للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، نطمن منه على الفريق، المعسكر، القصة اللي اتكلم فيها الدكتور سعد شلبي، كل ده نسأله للكابتن سيد. كابتن سيد برحب بحضرتك في أوضة اللبس. الله يخليك يا كابتن شادي، ازيك انت عامل ايه؟ ازي حضرتك كابتن سيد؟ كله تمام الحمد لله الحمد لله. كابتن سيد اكيد هبتدي معاك بقى بالاخبار اللي موجوده النهارده، الازمه بتاعت كاس العالم للانديه في نفس الميعاد، في من 9 يناير ل 6 فبراير بطوله امم افريقيا، عندك 8 لاعبين محليين وعندك 3 محترفين، النادي الاهلي هيعمل ايه يا كابتن سيد؟ والله بص يعني هو موقف مش سهل خالص، موقف يعني مهم جدا ان احنا يبقى فيه تفكير واحد واتجاه واحد، موقف تقديري احترامي يعني اكبر من اي حاجه تانية، سواء كانت مركز بتلعب عليه او بطوله بتخوضها او مشاركه، يعني ده لازم يبقى فيه تقدير للكره الافريقيه اللي بيمثلها النادي الاهلي، لازم يبقى فيه تقدير للكره المصريه اللي بيمثلها النادي الاهلي. احنا بكره في جواب رايح للاتحاد المصري يا كابتن شادي، في جواب رايح للاتحاد الافريقي، في جواب رايح للاتحاد الدولي، ما ينفعش ابدا ابدا يعني ان انت بطوله زي ديت يبقى فيها النادي الاهلي ممثل للقاره الافريقيه تتزامن مع كاس الامم الافريقيه، يعني اتحدى ابدا ان ممكن يبقى فيه بطوله زي كاس الامم الاوروبيه والاتحاد الدولي يحط كاس العالم للانديه في نفس او يتزامن مع نفس بطوله كاس الامم الاوروبيه او حتى كاس الامم في اسيا، اتحدى ده. احنا كمان لازم يبقى في موقف كويس وقوي من الكره المصريه معانا، اتمنى ان يبقى في راي واضح. يعني مستغرب جدا ان رئيس الاتحاد الدولي كان هنا من 3 ايام اصلا، من 3 ايام يعني ليه ما تناقش الموضوع اصلا؟ ليه ما تناقش الموضوع ده؟ ليه ما اتكلمناش في الموضوع ده؟ النادي الاهلي مش بيمثل شخصه بس، النادي الاهلي بيمثل الكره المصريه، النادي الاهلي بيمثل الكره الافريقيه، يعني حتى على النطاق الفكري، يعني انت عارف ان البطوله بتبقى 23 لعيب بس، مظبوط؟ انت عندك 8 أو 9 لعيبه مع منتخب مصر، ولهم الشرف ولنا الشرف ان يبقى دايما احنا بنمد ايدينا طبعا لمنتخب بلدنا وبنقف معاه بالتاكيد، لكن بحسبه صغيره انت 23 لعيبه شادي، وانت لعبت في كاس العالم للانديه وعارف ده كويس، تمام؟ لا يسمح غير ب 23، يعني التغيير بيبقى شبه مستحيل. بالزبط. شبه مستحيل، ازاي 8 هيخوضوا مش معاك من البدايه، و3 اللي هو علي معلول وديانج وبدر بنون باحتماليه انضمام للمنتخب المغربي، يبقى انت عندك 11 لعيب، 11 لعيب ازاي اصلا هتلعب المباراه الاولى اوكي وما عندكش 11 لعيب موجودين؟ يعني ازاي هتلعب ب 12 لعيب مباراه؟ انت هتحط كده، هتحط مصطفى شوبير في التشكيل،
يعني ازاي هتلعب كده؟ ازاي هتلعب بالشكل ده؟ وازاي ان انت تبقى موجود بالشكل ده في بطوله اصلا بتطلع عينك وبتطلع كل حاجه انت ممكن تتخيلها عشان تروح تمثل فيها؟ البطوله اللي العالم كله بيتفرج عليها وليها طبعا خاصه حتى السنه دي انها تكون في دبي في حضور جماهيري. عشان كده عايزين وقفه كويسه جدا من الاتحاد المصري، عايزين وقفه كويسه جدا من الاتحاد الافريقي. احنا هنخاطب بدورنا الاتحادات المصري والافريقي، لكن لازم هم بيتكلموا او بيعرضوا الموضوع مع الاتحاد الدولي لازم يبقى فاهمين كويس قوي ان الموضوع له بعد تقدير احترامي اصلا، مش للنادي الاهلي بس على فكره، للكره الافريقيه اللي بيمثلها النادي الاهلي يا شادي. بالظبط بالظبط، متفق معاك 100%. وخصوصا انت قلت نقطه كابتن سيد في غايه الاهميه، رئيس الاتحاد الدولي موجود وكان ممكن تتناقش الموضوع وتوصل لحل او يبقى ده موجود معاك، فده غريبه جدا الصراحه. الحاجة اللي محتاجة تطرح بس، طيب لو في تعنت من الاتحاد الدولي خلاص وخد القرار وهو كده، اوكي هتتعامل ازاي؟ يعني هتتعامل ازاي؟ انت النهارده قعدت مع بيراميدز ونسقت مع بيراميدز، وقعدت مع المصري ونسقت مع المصري في الكونفدرالية، لازم انت كمان يبقى حاطط في دماغك ده، لان هي الموضوع مش ان انا مش عايز لعيبتي تلعب عندك لا سمح الله، لا طبعا لا طبعا، بس انا بشرح لك حتى القيد هناك عامل ازاي في كاس العالم للاندية. القيد 23 لعيب، لما هيغيب منك 11 ولا 12 واحد، طب افرض انت واحد اتعور في التسخين ولا واحد اتعور وانت بتلعب، يبقى هتلعب 10؟ يعني الموقف هيبقى صعب جدا يا شادي. كابتن سيد لو استمر الوضع كما هو عليه هتعتذر عن البطوله ولا هتعمل ايه؟ لا يعني تقدم ده مش قرار سيد يقوله في التليفون، يعني بتتكلم في ايه يعني؟ لكن انت بتعتذر ليه؟ انت بتتكلم في موقف يا شادي يبان قوتك وتاثيرك، يبان قوتك وتاثيرك فيه، يبان اتحادك معانا كمان، يعني الاتحاد المصري يبان معاك وقفته معاك. احنا ممكن نختلف هنا في بعض الاشياء وده وارد جدا وبيحصل، لكن لما يجي لك ربنا يبعت لك موقف زي ده لازم تبين لي كمان او تبقى موجود من جواك، مش انا اللي بطلبه منك اصلا ان انت تقف. انا مش بقول لك يعني بختلف معاك على ضرب الجزاء ولا فاول ولا كره تسلل ولا هبعتها هشوفها دي جول ولا لا، ولا ترتقي ولا لا ترتقي، يعني كل ده انت بتترفع عنه، لكن في موقف زي ده يعني لازم يبقى فيه موقف واضح وصريح من كل اللي موجودين وبيمثلوا اتحاد الكره يا شادي. طيب كابتن سيد، معسكر النادي الاهلي كنا قلنا خبر امبارح لامور تسويقيه احتمال يبقى يتلغي معسكر النادي الاهلي اللي هو المفروض كان في الامارات، الكلام ده مظبوط ولا لا كابتن سامي؟ والله بص يعني حتى دي اللي هي المرتبطه بالسوبر الافريقي، يعني كل الناس بتقول ان السوبر الافريقي في فبراير، معرفش جابوا المعلومه دي منين، يعني الناس حتى بتتناولها في المواقع او في البرامج، انا معرفش جابوا المعلومه دي منين، يعني مين اللي قال ان الاتحاد الافريقي قال ان مباراه السوبر الافريقي بين الاهلي والرجاء في فبراير؟ مين اللي قال كده؟ المعلومه اللي عندي المعلومه اللي عندي مش ورقيه، لكن المعلومه اللي عندي ان هو في اخر ديسمبر الشهر اللي احنا فيه ده، لا عندي ورقه بتاكد في فبراير ولا عندي ورقه بتاكد في ديسمبر، لكن المعلومه اللي عندي ان هو في اخر ديسمبر مش في فبراير خالص. اخر ديسمبر، اخر ديسمبر 24 ديسمبر 24. كابتن سيد كالعاده احنا بننقل لك صوره اللي الجماهير بتقوله وبعض الاعلام بيقولوا، وما فيش لا يفتى وملكا في المدينه زي ما بيقولوا كابتن سعد الحفيظ مدير الكوره اللي عنده المعلومات كلها. قصه علي معلول اتحسمت ولا لسه؟ خلاص يعني انت بتتكلم، انا قلت الكلام ده حتى من اسبوع فات، يعني يمكن علي بس عشان موضوع المنتخب وكاس العرب، وقبلها على طول كان في ماتشين ثلاثه في مصر ده، لكن يعني مش اعتقد، انا متاكد من الموضوع، انت بتتكلم في حاجه يعني مرتبطه بس بالامر التنفيذي اللي هو التوقيع بس يعني، لكن مفيش حاجه الحمد لله. كابتن سيد اجايش تاكا والقصه دي اكيد انت عندك الجديد فيها برضو. اجايش يعني في الاول والاخر هو يعني هفضل اقول كده مش هغير كلامي ابدا، اجايش واحد من الناس اللي شاركت معانا في بطولات مهمه وخدت معانا بطولات افريقيه ومرتبه واموره الماليه ماشيه بشكل انتظامي هايل يعني، اوكي في الاول والاخر يعني لو حتى في وقت بيبقى في متغيرات في الكوره وفي رؤيه بتبقى مختلفه من مدرب لمدرب، لكن في النهايه الراجل بنحترمه ونقدره جدا، يعني كل واحد بيدور على الحق اللي ليه، انت كنادي بتدور على الالتزامات والحقوق اللي ليك، وهو كمان كلاعب كوره بيدور على حقوقه بالتاكيد يعني، لكن مفيش خلاف ابدا يعني، مفيش خلاف شخصي ولا خلاف ما بين النادي وما بين اجايه. لو حصل لو حصل يعني وجهات نظر ولا حاجه خلاص بنرجع للقواعد والقوانين يعني. كابتن سيد مفيش انديه طلبته في الدوري المصري؟
في الدوري المصري كحاجه رسميه يعني. والله الجامعة امير يعني، امير هو اللي متناول الموضوع ده. يمكن انت عارف ان هو أمير، ان هو جاي مش معاك في القائمه بشكل اساسي، هو في قائمه الانتظار، بس الموضوع ده خاص بامير بقى. طيب كابتن سيد، برضو انا بناقش معاك اللي بيتقال قصه كهربا. انا سمعت لك في اكتر مكان على مدار الاسابيع اللي فاتت ان كهربا بيتمرن كويس جدا، في من داخل امور بتطلع في الاعلام، قريت اخبار كتير النهارده اللي موسيماني ما بيرفض وساطه اي حد في موضوع كهربا، وهو شايف اللي هيكسبه هيكون موجود ومش عايز اي وساطه في الموضوع. حقيقه الامر يا كابتن سعد، انت خدمت بيها يا شادي، ومكتوب مكتوبه في اكتر من موقع النهارده والله. يعني انا بس يعني كل ما هتطلع في التلفزيون او هتخش مداخله ولا حاجه الكل هيتكلم معاك بشكل فردي. يعني احنا دايما بنقلب الموضوع لحاجه جماعيه. كل اللعيبه دي هنحتاجها، وكل اللعيبه دي لها دور وهتأدي وهيجي لها لحد عندها. على فكره يعني الدوري طويل جدا يا شادي، وافريقيا طويله جدا، والايام متغيره، ومن مباراه للثانيه ومن بطوله للثانيه، فوضع طبيعي جدا ان انت تستخدم كل اللعيبه. احسن حاجه ممكن تبقى موجوده في النادي الاهلي في الوقت الحالي، احسن حاجه موجوده في الوقت في النادي الاهلي في الوقت الحالي، ان النجم هو الفريق بجد. يعني اي حد بيغيب ياثر تاثير تاثير بسيط جدا، لكن اللي موجود ما بتحسش بالتغيير ده، بتحس بالتغيير الكبير قوي ده. ليه؟ لان القائمه كلها قريبه من بعض، والقائمه كلها تكاد تكون واحد يعني. احنا مدركين تماما ان الموسم طويل جدا، والموسم ممتد، والفصل ما بين بطوله والثانيه لازم بيديك حاجه مفروضه عليك، مش بمزاجك على فكره، ان انت تستخدم كل الناس. يعني البطوله طويله والماتشات كتيره، فوضع طبيعي جدا هتمر بمراحل كتيره بقى، سواء كان يعني اصابات او ايقافات او حاله لعيب او اجهاد لعيبه، فوضع طبيعي ان انت تستخدم الناس كلها. فعشان كده كل اللعيبه هتاخد فرصها، وكل اللعيبه هتلعب، كل اللعيبه هتشارك. فانت بقى وشطارتك انت ومجهودك انت وادائك يعني. بالظبط كابتن سيد، هقول لك بقى حاجه جيده يعني، بس يا رب نطلع منها مع اللغه العربيه او انفراد. صفقات في عينيكوا على صفقات في يناير ان شاء الله، والاعارات في ناس هتعيروها في يناير؟ هنعيرها دي اعتقد دي خاصه طبعا كلها، سواء مجاي ولا خروج، ده خاص بالراجل اكيد يعني. لكن اعتقد ان احنا بنحتاج كل اللعيبه، زي ما لسه بقول لك من دقيقه واحده، الموسم طويل جدا. وانا مع سياسه او مع فكره ان كل ما هتجيلك فرصه ان انت تتقل فرقتك، تقل فرقتك. كابتن اصل في مشكله، انا اسف للمقاطعه كابتن سيد، في لعيب بيبقى عنده حاله من الصبر، وفي لعيب تاني يجي يقول لك لا اخرج يا كابتن سيد، زي مثلا حاله كان معانا محمد شريف في حلقه وقال انا رحت للكابتن سيد، كابتن سيد عايز اخرج وان شاء الله هرجع اقوى عشان اخد فرصه. ففي لعيب بيقدر يصبر وفي لعيب لا. لا بس ده برضه في الاول والاخر بنقدر طبعا رغبه اللعيب او بتقدر اتجاهه، لكن في وقت مهم جدا انت كمان بيبقى عندك رؤيه اوسع واكبر يا شادي. يعني ممكن النهارده ما تبقاش ليك الفرصه او ليك التواجد، لكن بكره هيبقى ليك. واسعى على كده بشكل كبير جدا. اكرم توفيق نفسه بدايه السنه اللي فاتت تمام، هل هي نفس ختامها؟ لا طبعا. لا خالص خالص. محمد شريف بدايه السنه كانت نفس ختامها؟ لا طبعا. لا خالص. يعني وضع طبيعي جدا جدا. مر الفرق الكبيره مش سهل ان انت تلعب فيها على طول يا شادي. ده مش في الاهلي بس، كل فرق العالميه. يعني ممكن حد يلعب بشكل سريع، وممكن ناس تاخد فرصه. ده وضع طبيعي في الفرق الكبيره، لان انت بتبقى عندك اساس، عندك شخصيه فرقه، عندك هويه فرقه. مش سهل ان في حد يخترقها ويخش على طول يا شادي. فانت كمان كمسؤول يعني مش هتمشي مع كل حاجه يقول لك اللعيب انا عايز امشي يلا يمشي. لا طبعا، انت في الاول والاخر هتحاسب على البطولات، او هتحاسب على النتائج يعني. لكن ممكن تقول لي هتجيب لعيبه او ما تجيبش لعيبه ثانيه؟ لو جات لك الفرصه ومش عندك لعيب كويس وتقدر تجيبه ويساعدك ويبقى قوي في الفرقه، انا من 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 المدرسه اللي تقول كل ما تجيلك فرصه ان انت تزود قوتك بقوه جديده ثانيه تمام؟ يعني هات، ما تقولش لا انا استكفيت. هو النادي الاهلي بيتفاوض مع حارس مرمى كابتن سيد؟ ما بقول لك ده خاص بالراجل. ما اكيد عندك المعلومه وبتحرك من خلالك برضه. لا احنا بنتناقش طبعا، لو عندي لو الراجل عنده احتياج لاي مركز، ايا كان بقى، سواء كان في الملعب، سواء كان في اي حته، دفاع، هجوم،
وسط الملعب طبعا بالتاكيد هو اللي بيقول يعني. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. زي ما قلت لحضراتكم دايما اللي انتم بتسمعوه في المواقع او كابتن سيد معانا وضح الصوره، ولا في بقى كل اللي بيتقال ده خالص. الراجل قال لك اللي بيجتهد هيكون له دور، في لعيب بيلعب بيكسبني وبيخرج لاعب يدخل لاعب، ده طبيعي جدا. وانا مش عندي رؤيه لقدام، ده كلام الكابتن سيد، عندي رؤيه للمستقبل. في لعيب يبقى عايز يمشي مش همشيه، الاهلي محتاجه لان عندي بطولات كتير جدا. فيما يخص اللغط اللي موجود في كاس العالم للانديه بتتزامن مع كاس الامم الافريقيه، كالعاده العقليات الافريقيه اللي بتدير بدون خطط بدون رؤيه بدون اي حاجه خالص، العشوائيه تسيطر. حتى على سبيل المثال خليني اقول برضو خبر دلوقتي، ميسي يفوز بالكره الذهبيه، محمد صلاح رقم 7، حاجة مش طبيعية للمستويات اللي بيقدمها محمد صلاح، تألقه في بشكل كبير جدا والعالم كله بيتحدث عليه. دي بيبقى وراها، وبقولها لكم على بلاطة كده، بيبقى وراها أمور تسويقية وشركات بتبقى عايزة ميسي، بيفرق معاها في الاسم في المنتجات اللي موجودة في الشركات الراعية اللي موجودة، علشان كده مبقاش فيها عدالة. لكن العالم كله عارف المستويات اللي بيقدمها محمد صلاح، بدليل يا اخي يعني يبقى رقم 3 والموسم ده ماشي كويس جدا. هنقول على اللي فات ما فيش مشكله، فاللي فات برضو راجل من هدافين مستوى ثابت بطريقه مش طبيعيه، بيحرز اهداف ولا اروع، متالق مع منتخب بلاده. فالطبيعي مش 7 بامانه، هي دي الحقيقه. لكن ولا الطبيعي خلاص يدخل من افضل 3. فلا انا بقول لكم عشان حصلت قبل كده معانا في كاس العالم للانديه، اتقال اسم محمد ابو تريكه ثم راحت لواحد تاني خالص، لكم ان تتخيلوا كريستيانو رونالدو السادس. في حاجات انت خفيه كده ما تفهمهاش، بكلمكم بجد يعني. خلونا علشان نروح لفاصل سريع دلوقتي وبعد كده نرجع لاخبار نادي الزمالك. الشناوي وقفشة ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في بطولة كاس العرب. بيستعد منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش للمشاركة في بطولة كاس العرب في الدوحة اللي هتنطلق غدا حتى 18 ديسمبر المقبل، وبيستهل منتخب الفراعنة مشواره في بطولة كاس العرب يوم الأربعاء المقبل بمواجهة لبنان. بتضم قائمة منتخب مصر النهائية لكاس العرب كل من محمد الشناوي ومحمود جاد ومحمد صبحي في حراسة المرمى، والدفاع أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داود، وفي الوسط حمدي فتحي وعمر السلية ومهند لاشين وأحمد حجازي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت ومحمد مجدي. بيعتبر محمد الشناوي ومحمد مجدي أفشى لاعبي النادي الأهلي اللاعبين المصريين المتواجدين ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في بطولة كاس العرب، وده وفقاً لموقع ترانسفير ماركت. وجت قائمة اللاعبين الأغلى في البطولة على النحو التالي: ياسين إبراهيمي منتخب الجزائر ب 7.20 مليون يورو، بغداد بونجاح منتخب الجزائر ب 6 مليون يورو، عمر السومة منتخب سوريا ب 4.5 مليون يورو، أكرم عفيف منتخب قطر ب 3.70 مليون يورو، سفيان رحيمي منتخب المغرب 3 مليون يورو، المعز علي منتخب قطر مليون يورو، حنبعل المجري منتخب تونس 2.70 مليون يورو، محمد الشناوي منتخب مصر 2.5 مليون يورو، محمد مجدي أفشة منتخب مصر 2.2 مليون يورو، أنيس بن سليمان منتخب تونس 2 مليون يورو. مرحبا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي اخبار نادي الزمالك. كلنا عارفين اللي كان في بعض الازمات موجوده، المنوط بمجلس الاداره لما رجع المجلس بالكامل، المستشار مرتضى منصور والنائب احمد جلال ابراهيم والمجموعه بقى كلها، في بعض المشاكل موجوده وعندهم بعض الازمات، منها الازمه بتاعت القيد
منها تجديدات لبعض اللاعبين المهمين داخل الفريق، بنتكلم في 11 لاعب، بنتكلم على المشكلة بتاعت النادي البرتغالي اللي فيها شيكابالا ومحمد إبراهيم، بنتكلم على ترتيب البيت من أول وجديد، والمنوط باسم نادي الزمالك دايما دايما بيتصدر بعض المشاكل، واحنا مش حابين ده ومش هنعمل ده. الله يكون في عون المجلس الموجود الحالي بقيادة الأستاذ مرتضى منصور، عنده بعض المشاكل المهمة. من الكواليس الناس بتجتمع علشان تخلص قصة القيد اللي موجود، نادي الزمالك معرفش يعمل صفقات. ليه؟ لأن في لعيبة مشتكية النادي ورقم كبير جدا جدا، اللعيب بيمشي بياخدش مستحقاته، بيروح للاتحاد الدولي، يجي من الاتحاد الدولي اوقف القيد، ثم واحد تاني، ثم تالت، ثم رابع. فبالتالي دي ازمه كبيره جدا. بنتكلم ازمه شيكابالا ومحمد ابراهيم من ترتيب البيت، ودي الحاجه الكويسه اللي بيعملها مجلس اداره نادي الزمالك. امير مرتضى منصور المشرف العام على الكوره بيسافر هو ووفد للبرتغال اليومين الجايين دولت، ليه؟ علشان يحلوا المشكله فيما يخص شيكابالا ومحمد ابراهيم، لان دي مشكله كبيره. اعتقد سبورتنج لشبونه ومارتيمو البرتغالي والفرقتين دول اعتقد ارقام كبيره جدا على محمد ابراهيم، مليون و200 الف دولار لسبورتنج لشبونه، ومحمد ابراهيم اعتقد مليون يورو، ارقام كبيره جدا. فعشان كده حاجه كويسه من نادي الزمالك، وهو بيرتب البيت هيسافر وفد بقياده امير مرتضى عشان يخلص القصة دي، وإن شاء الله يخلصوها على خير عشان تتحل أول مشكلة. فيما يخص المدير الفني لنادي الزمالك، إشاعات كتير جدا لما سافر للبرتغال، وإنتوا عارفين كان بيتقال في الكواليس يبقى المدير الفني سلام عليكم متوتر ومش قادر وهيمشي، والكلام اللي كان بيتقال بشكل كبير. الراجل حسم الموضوع من البداية، أول دخول النادي أمير مرتضى قعد معاه في البداية واتكلم معاه وقال له أنت ده الفريق موجود، احنا هنساعدك، اتكلموا مع المدرب، يبقى في مدرب عام، يبقى في مدرب مساعد، الكلام ده، وانت اشتغل واحنا هنديك كل الدعم. فده طمئن الراجل بشكل كبير. انتوا عارفين اللي في اجازه راجل سافر الامارات، ده ماشي خايف راجع، الراجل اكد وصوله، كلم الاداري في نادي الزمالك او الاداريين واكد وصوله يوم الخميس القادم عشان يخوض تدريب الجمعة القادمة، وكده بيقطع بقى الإشاعات اللي عمالة موجودة كتير جدا فيما يخص نادي الزمالك. طبعا مجلس الإدارة في نادي الزمالك بيفكر فكر محترم، أنت مدير الفن منوط بيك يبقى معاك مساعدين زي أي حد في الدنيا، ففي أسماء مرشحة على رأسها الكابتن عبد الحميد بسيوني، كمان مدحت عبد الهادي وأمير عزمي وكمان أمير عبد العزيز والكابتن معتمد جمال. في اتنين ما وافقوش، الكابتن طارق مصطفى عايز يبقى مدير فني، والكابتن سامي الشيشيني، الاتنين دولت ما وافقوش. طبعا كلهم كباتن طبعا وليهم كل الاحترام والتقدير. الكابتن معتمد جمال قال لهم اخد موافقه المنتخب الاولمبي. ففي بقى الاسماء اللي هي اوريدي موجوده، كابتن عبد الحميد بسيوني، كابتن مدحت عبد الهادي، وامير عزمي، وامير عبد العزيز. دي الأسماء المرشحة تبقى موجودة من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك مع المدير الفني نادي الزمالك، يبقى مهم جدا معاه مساعدين ينقلوا الصورة يساعدوه، الراجل في حد يستشير وهو بيرجع كده على الدكة، أعمل إيه؟ التغييرة دي هنستفيد منها، إيه رأيك فلان حصل هبوط في المستوى أثناء المباراة؟ لازم تلاقي حد تتدفى فيه تتكلم معاه. احتواء غضب اللعيبه وهي موجوده، تسيب اللي ما بيشاركش اللي عايز يلعب، ده دور المساعدين. فمهم جدا دوره يبقى موجود المدير، مساعدين للمدير الفني اللي موجود لنادي الزمالك. الخبر الاخير لنادي الزمالك، كنا قلنا بعد استلام الاستاذ مرتضى منصور النادي مره اخرى هيبقى فيه دعوه لانتخابات يوم 30. انا بقول لحضراتكم احتمال كبير جدا تتاجل انتخابات نادي الزمالك. ليه؟ علشان في تاخر وصول قرار لجنه الفتوى والتشريع اللي هي بخصوص اللائحه، فبالتالي هيعلن على انهي لائحه، اللائحه الاسترشاديه ولا لائحه النادي الخاصه. بناء عليه مش هيبقى في اعلان الترشح بكره، وبناء عليه ممكن الانتخابات تتاجل بقى يوم 10 15. في كلام خارج من الوزاره اللي هي يتم الدعوه بعد 20 يناير،
فكل ده هنشوفه خلال الايام القادمه، عشان احنا دايما بندور على استقرار الانديه الكبيره زي النادي الاهلي ونادي الزمالك. بنتمنى دايما يا رب كل المشاكل اللي فيها نادي الزمالك، مشكله القيد تتحل، مشكله المساعدين للجهاز الفني تتحل، والناس عندها ثقه في الناس اللي موجوده، لان هي قبل ما تمشي الصراحه كانت عامله شغل على اكمل وجه، خصوصا فيما يخص الشغل اعضاء الجمعيه العموميه داخل النادي، وكمان كانوا بيحققوا بطولات مع الفريق الاول اللي كانت غايبه سنين طويله عن نادي الزمالك. بكده قلنا اخبارنا النهارده وخلصت اخبارنا، نروح بسرعه عشان نفض الاشتباك مع ضيوفنا الاستاذ محمد الشرقاوي والاستاذ محمد ابو علي كالعاده، نطلع فاصل سريع ونستقبل ضيوفنا. كورنر سبورت، احمد حجازي يشارك في مران منتخب مصر قبل مواجهه لبنان. اليوم السابع، عصام عبد الفتاح يتراجع عن الاستقاله من لجنه الحكام وحضر دوره المراقبين. الوطن سبورت، استقرار الحاله الصحيه لاسلام الشاطر، قسطره وثلاث دعامات للقلب. المصري اليوم، ازمه كبرى في الاهلي بعد اعلان موعد كاس العالم للانديه. يلا كوره، مصدر في الاهلي ليلا كوره، اتصالات تتم لحل ازمه موعد مواندية للانديه. القاهره 24، الاهلي يرفض تسلم خطاب الاولمبيه بشان نتيجه الانتخابات ويتمسك بفوز العمري بمنصب النائب. اليوم السابع، إدارة الزمالك ترفض عودة النقاز بعد رفع عقوبة إيقاف القيد. بطولات، بنزيما يحطم رقم هنري القياسي بعد هدفه في مباراة ريال مدريد وإشبيليا. القاهرة 24، رسمياً مونديال الأندية يتسبب في تأجيل جولتين لتشيلسي بالدوري الإنجليزي. بيدرس منتخب لبنان وأحمد حجازي بينضم لصفوف منتخب مصر. بيستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب لبنان ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب والمقرر ليها في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل. بيسعى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر في الظهور بشكل مميز مع الفراعنة في بطولة كأس العرب، خاصة إنها البطولة الأولى ليه مع المنتخب الوطني. خاض منتخب مصر اليوم مرانو الثاني تحت قيادة كيروش، واكتملت صفوف الفريق بانضمام أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، واللي أعلن الجهاز الفني عن ضمه بعد إصابة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بفيروس كورونا. حرص كارلوس كيروش على دراسة منتخب لبنان قبل المواجهة المرتقبة يوم الأربع القادم في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس العرب. وكان المنتخب الأولمبي أعلن عن قائمة تضم 6 لاعبين جدد بسبب غياب اللاعبين المحترفين، وفي مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي. بيلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة من كأس العرب وبيقع مع منتخب لبنان والسودان والجزائر. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي فقرة الضيوف. النهاردة كالعادة هنشوف الخناقة دي هتخلص على ايه. خلينا نروح نرحب في البداية بالأستاذ محمد الشراوي، برحب بيك. أهلا بيك كابتن شادي، تحياتي ليك. كل سنة طيب. تضحك ليه؟ لا ده بيجي لك دايما بورق كتير قوي. مفيش ورق قدامنا. كمان الاستاذ محمد ابو علي برحب بيك. برحب بيك كابتن شادي، وبرحب استاذ محمد، وكل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. مكلف انت وصارف. لا صارف انا، انت فاهم بدل بقى مش طالع معايا حد انا برضه. حبيبي يا كابتن شادي، بيقلد الشراوه في اللوك بتاعك. ما انا مثل اعلى لناس كتير. انا قلت باش على مستوى القاعده. ما بقاش في حد جوا حاجه. عايز اقول لكم دايما لما بتابع بعد الحلقه ردود الافعال كالعاده، يعني احنا الفكره مش تعصب، الفكره اللي محمد الشرقاوي بيعلن انتمائه واضح، هو منتمي لنادي الزمالك. الاستاذ محمد ابو علي اهلاوي صغير، فتلاقي بقى الجماهير هنا في التعليقات
كنت اقول كذا بعض وانت في كذا في مباراه سنه كذا مش عارف ايه، ودي حلاوه الكوره في الاول وفي الاخر بنختلف كل واحد. بص بخلص الحلقه بحس ان كان في ديربي، كان في ماتش شغال والناس والله بهرج صفحات الاهلي يعني الناس صفحات البيجات الاهلاويه وناس على الفيسبوك وتويتر وبتاع، تلاقي عمال كله يبعت لك المفروض مثلا كنت قلت كذا، لا بس انت عجبتني فعلا اللي هو ايه عارف ماتش اهلي وزمالك بالزبط. فالناس كلها مشدوده له وبتعلق عليه. طيب هنروح لضربه البدايه معاكم النهارده، هناخد بقى مجموعه من الاخبار اللي كانت موجوده على مدار الاسبوع اللي فات. كابتن عصام عبد الفتاح امبارح بيعلن استقالته، وانديه اشتكت كتير جدا في اخر اسبوع في الدوري من اخطاء تحكيميه واضحه، ثم بيرجع النهارده في قراره وقال لك لا مكمل، واقنعه احمد مجاهد. هو قدم استقالته واحمد مجاهد رفض الاستقاله، وبعد كده هو تمسك بالاستقاله، وبعد كده اقنعه تاني بالاستمرار بشكل مؤقت. يعني هو في النهايه قال انا مستمر لغايه اجراء الانتخابات بتاعه اتحاد الكوره، لان هو شايف ان الضغوط عليه كتير. كل نادي بيتحدث من وجهه نظره، كل نادي يعني ايه التحكيم اصبح هدف في مرمى نيران الانديه كلها، ملوش حد يدافع عنه. فكان الكابتن عصام بيضطر ان هو يدافع عن الحكام بتوعه باعتبار ان هو رئيس لجنه الحكام، بس محدش مستحمل. فخلاص الراجل بيقول لك انا في عمل تطوعي ما بتقاضاش اي اجور من لجنه الحكام، فبلاش وجع دماغ انا همشي. بس هو في النهايه مستمر لغايه المجلس الجديد اللي هيتعمل بعد انتخابات اتحاد الكوره. طيب نفس الموضوع، ايه رايك في القرار استقاله ثم عوده؟ هل في اخطاء تحكيميه بتظلم ناس؟ تعفي الفرق كلها بتستعد بشكل قوي، بتستنى كل مباراه عشان تحصد الثلاث نقاط، عايزه العداله. بنتكلم في خمس ست انديه قدموا شكاوي، ولما تتفرج على الكرات فعلا الانديه عندها حق من وجهه نظر. هي الازمه بقى، بص يا كابتن انت حضرتك بتقول ايه، الانديه عندها حق. الازمه ان الكابتن عصام بيطلع وبيتكلم بيحس الناس ان مفيش مشكله خالص. لا ده الحكام بتوعي زي الفل، الحكام بتوعي مش عارف ايه. يا كابتن عصام انت لو تطلع تقول وبعدين تلاقيه مثلا انا بشيد بالكابتن سمير عثمان لانه فعلا اكد على اللي احنا بنقوله ومش عارف ايه، بعد كده الكابتن سمير عثمان مثلا والكابتن احمد الشناوي اختلفوا معاه في ضربه جزاء سيراميكا والزمالك وقالوا ان هي ضربه جزاء صحيحه، فالكلام ما مشيش على هوا الكابتن عصام، فطلع راح مهاجم الاثنين وقال لا كابتن سمير مش عارف ايه. طب انت الناس دي كويسه ولا الناس دي وحشه؟ فالافضل من وجهه نظري ان الكابتن عصام ما يتكلمش او ما يخشش مداخلات ويبتدي يشتغل على الحكام نفسها. الازمه بتاعتنا كابتن شادي انت دلوقتي بتشوف اخراج 10 على 10، بتشوف ملاعب كويسه جدا، بتشوف تطور، بتشوف عوده جماهير، بتشوف، لكن لحد دلوقتي التحكيم للاسف زي ما هو. اللجنه زي ما هي، ورئيس اللجنه السنه اللي فاتت بقى موجود في اللجنه مش عارف نائب او حاجه زي كده، هو اللي جد الكابتن عصام. الراجل بيحاول يجتهد. كابتن وجيه احمد. بالظبط، كابتن وجيه بقى بعد ما كان رئيس بقى نائب او حاجه زي كده. الكابتن عصام شايف الاخطاء وعارف ان في حكام عندها انتماءات، وعارف ان في حكام ويعني، واللي يزعلك اكتر تصريحاته امبارح مع الكابتن سيف زاهر وهو بيتكلم وبيقول احنا بنشتغل على فن اداره الماتشات، اللي هو لما بلاقي قال كده نصا يعني، انا مش عايز انا الفيديو موجود مع الاعداد لو عايزين شغلوه صوت، قال كده نصا فن اداره الماتشات، اللي هو لما تلاقي الفريق اللي قدامك متنشن، او الفريق اللي قدامك نازل متضايق، او الفريق اللي قدامك نازل اعصابه مشدوده او ابتدى يتوتر، تحاول تهديه وتحاول ان انت تبقى معاه. يعني ايه فن الاحتواء؟ نفس كلام الكابتن محمد عادل. طب احنا دلوقتي انا لما اجي افكر فيها كراجل انا بتاع كوره وشغلي في الكوره، كان فين فن الاحتواء ده مثلا ومانشستر يونايتد بيلاعب ليفربول في الاولد ترافورد ومغلوب 5 وبيجي الحكم بيطرد بول بوجبا في الدقيقه 65؟ فين هنا فن الاحتواء؟ يعني انت بتلعب بقى بص مانشستر بكريستيانو بجماهير بالظبط و5-0 مش فاكر كان 4-0 5-0 تالت، وبيطرد بيل بوج واحد من اهم عناصر الفرقه بتاعت مانشستر. كان فين فن الاحتواء والبرازيل مغلوبه من المانيا على ارضها في كاس العالم في 100,000 متفرج 7-0 ولا 7-1؟ الناس بره ما تفكرش الكلام ده. كابتن عصام بيقنعنا بحاجات غريبه، يعني ضربه جزاء بتاعت سيراميكا ما فيش اتنين في مصر بيتهيألي طيب يختلفوا عليه. طيب استاذنك استاذ محمد الشرقاوي، ضربه الجزاء بتاعت سيراميكا كليوباترا والزمالك صحيحه ولا مش صحيحه؟ هقول لك بس يعني اعقب بس على جزء من كلام محمد وبعد كده هقول لك على ضربه جزاء سيراميكا والزمالك. المشكله ان البعض الناس بتلوم الكابتن عصام عبد الفتاح لما يبقى القرار مش على هواه. بمعنى ماتش الاهلي والمقاولين قبل ماتش الزمالك وسيراميكا كان فيه ضربة جزاء لصالح المقاولين العرب،
وكان في هدف ملغي لصالح المقاولين العرب، لما طلع الكابتن عصام عبد الفتاح دافع عن وجهه نظر او قال وجهه النظر المؤيده لوجهه نظر النادي الاهلي، فكان تعظيم سلام، ده حكم زي الفل، ده الكابتن عصام عبد الفتاح ده 10 على 10. لما طلع بعدها في نفس الماتش ده وقال لك اصل الخط اللي اتعمل بتاع الفار اتعمل غلط، تعظيم سلام الكابتن عصام ده راجل فين وراجل 10 على 10. لما طلع الكابتن عصام عبد الفتاح في ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا وقال ان ضربه الجزاء ما هياش ضربه جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا، لا هنا بنتحدث عن الاحتواء ونتحدث عن المجاملات لصالح نادي الزمالك، وننسى ان قبلها باربع ايام كان نفس الموقف المشابه وكان نفس النقطه الخلافيه في ماتش الاهلي والمقاولين العرب اللي استفاد منها النادي الاهلي، بغض النظر بقى هو صح ولا غلط، نفس الموقف ده اتكرر من ماتش الاهلي والمقاولين العرب لماتش الزمالك وايه سيراميكا. لو هنتحدث عن مساله الاحتواء، محمد ابو تريكه نجم النادي الاهلي في احد احاديثه في قناه البي ان سبورت قال لك ان الحكم وده مشهوره وممكن محمد مراد يجيبها لنا برضو لو محمد عايز يستعين بفيديوهات. انت كده هتحمله في العمل فقدان، انت عايز فيديو وعايز فيديو الناس لما قال لك انا مجرد اي حد من الاهلي بيتلمس الحكم بتلاقيه بيصفر. ايوه لصالح مين؟ النادي الاهلي، وانت كنت لاعب في النادي الاهلي ودايما معروف في الوسط الرياضي وكل اللعيبه بتتكلم ان مجرد الفانيلا الحمراء بتخلي الحكم بيحتوي لعيبه الاهلي ومعامله غير معامله بقيه الانديه الثانيه. لا مفيش الكلام، احنا بنشوف الكابتن سيد عبد الحفيظ. انت سالتني انا بقول لك مفيش الكلام. طب بنشوف الكابتن سيد عبد الحفيظ بيعمل انفعالات على الخط، لو اي حد تاني في اي نادي اخر بيعمل نصها كان ياخد كارت احمر على طول. أي حد، ولكن عشان فن الاحتواء، عشان فن الاحتواء اللي البعض بيتحدث عنه بيتم التفويت للكابتن سيد عبد الحفيظ، لدرجه انه اصبح خلاص موضوع التحكيم عند الكابتن سيد عبد الحفيظ مستباح تماما بالنسبه له، ما حدش بيرضى يتكلم معاه ان ده امر واقع بالنسبه له، ما عادش حد بيقول له لا. ليه؟ عشان فن الاحتواء اللي الناس بتتحدث عنه. بالنسبه بقى انت بتتكلم على ماتش السيراميكا والزمالك، ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ الاهلي والمقاولين خلاص بقى احنا بنسال في اللعب. هقول لك الاهلي والمقاولين، المقاولين اتظلم في هدف صحيح اتلغى واتظلم في ضربه جزاء لم تحتسب له. ماتش الزمالك وسيراميكا انا من وجهه نظري انها ضربه جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا قولا واحدا، ضربه جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا على نادي الزمالك، ولكن زي ما النادي الاهلي استفاد من الاخطاء في ماتش المقاولين، النادي الزمالك برضه استفاد من الاخطاء التحكيميه في ماتش سيراميكا كليوباترا. هي دي كره القدم، محدش بيميل للناحيه دي او حد بيميل للناحيه دي، ولكن احنا دايما بنسبح مصطلح الاستواء لما بيجي النادي الزمالك، لما يتكلم على النادي الاهلي وتديهم نماذج حصلت في الـ سواء داخل المستطيل الاخضر او خارج المستطيل الاخضر، يبقى لا ده 10 على 10. قطعتك في حاجه؟ لا اتفضل. ممكن اعمل ستوب في كلمه؟ اتفضل. طيب، علشان انا في الاعلام وانا بقدم الطرف الغائب بتبنى وجهه نظره، علشان هو كان معانا على التليفون مش هينفع نجيبه تاني. الكابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم بيدافع عن حقوقه احيانا في مدرسه اللي انت تصدر الضغط على الحكم والمنافس، ده طبيعي جدا. بس ثواني اكمل كلام، انا ما قطعتكش، ما قطعتكش. طب ثواني هقول لك، انا مش بدافع، انا بتبنى وجهه النظر الاخرى. رقم اتنين، ما هو الكابتن سيد ما اشتكاش لوحده او مش بيشتكي، انا بقول لك في خمس فرق قدموا، دخلوا معايا هنا بالمناسبه، البنك الاهلي، فيوتشر، قبلها كان امبي الكابتن، وسيراميكا كليوباترا دخلوا معايا هنا كلهم، وبعد المباراه على طول قدموا احتجاج على حكم المباراه في كرات. فهنا مش الكابتن سيد لوحده، احنا سؤالي كان على الفرق كلها. انا بتكلم كلها على شكل، انا بتكلم على شكل بعد اذنك حضرتك هترد، بس ايه، انا بتكلم على شكل، انا بتكلم على شكل الاحتجاج اللي بيعبر بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ عن موقفه داخل المستطيل الاخضر من بره الخطوط. اتحدى اي مدير كوره او مدير فني في اي نادي من الموجودين ما عدا النادي الاهلي، لو الكابتن بيعمل نص اللي بيعمله الكابتن سيد عبد الحفيظ على الخط، على الخط بالنسبه للحكام وبالنسبه لي، انا بتكلم على كل الانديه، بالنسبه للحكم الرابع او الحكم داخل الساحه، ما كانش ده اللي هيبقى الموقف على الاطلاق. انا عايز بس استاذ محمد يفتكر لنا موقف واحد او حاجه الكابتن سيد عملها على الخط ما عجبتوش. ده لا، يعني بص اقول لك على حاجه، احكي لي موقف، قول لي في ماتش كذا عمل كذا، ممكن نجهز وانا هقول لك. لا احنا كنا بنقول نجهز ونيجي نجهز ومش هنتكلم فيها. لا 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 لا، طيب انا كابتن سيد، لا لا انت يعني انت كابتن سيد عبد الحفيظ حلو، كابتن سيد عبد الحفيظ بيضرب تعظيم سلام للحكم. ممكن اقول على حاجه، ممكن اقول على حاجه، انا عشان انت دايما ما بدكش الفرصه، انا اديتك الفرصه، اتفضل. انا عايز ارد، عايز ترد تقول ايه؟ اتفضل. انا عايز استاذ محمد يقول لنا موقف واحد الكابتن سيد عبد الحفيظ اعترض بشكل غير لائق او صدر منه موقف على الخط
او عمل حاجه تستدعي مثلا انه يطرد وما اطردش. انا عمري شفت الكابتن سيد عبد الحفيظ مثلا قلع الشوز ورماه في الملعب مثلا زي لعيب ما الزمالك عمل في ماتش 5-3، ولا شفت الكابتن سيد عبد الحفيظ لحظه تسديد ركله جزاء راح شايط كوره مثلا في منطقه الجزاء وضربه جزاء بتتلعب، ولا عمري شفت الاهلي اتحسب له 5 ضربات جزاء في 5 ماتشات والماتش السادس يبقى عليه ضربه جزاء في الدقيقه 91 ما تحسبش للفريق المنافس عشان يكسب. يعني انت الجيش طلع اعترض على ضربه الجزاء بتاعه اللي خدها في الاول انبي اللي خدها حازم امام، يعني سيف الدين الجزيري زق لاعب انبي فالراجل وقع، وقع هو وزميله وقع راح يوسف وهم لقاهم وقع وقال لك انا كمان راح وقع راح واخد ضربه جزاء اتحسب. وكابتن ياسر عبد الرؤوف في قناه الزمالك قال يعني وطلع اتكلم قال فعلا سيف الجزيري زق الراجل فاول على الزمالك ادي اول ضربه جزاء. تاني ماتش بيلعبوا الجيش عمر السعيد بيرجع الونش واقف في ظهره راح زقه عشان ما يدوسوش على الجزمه بالظاهر، فراح عمر السعيد رامي نفسه راح الحكم مصفر او ما حسبهاش، حكم الفار ناداه له قال له تعالى ده في ضربه جزاء وراح حاسبها ضربه جزاء. ده تاني ماتش. تالت ماتش مع الاهلي سيف الدين ما حدش اي حاجه، فني الاحتواء بجد بقى ان يبقى 5-1 واديك ضربه جزاء عشان ارجعك الماتش وتبقى 5-2 وتبتدي تحس ان انت رجع لك امل. سيف الدين ما حدش لمسه، مره يقول لك علي معلول زقه، مره يقول لك حمدي فتحي مش عارف خبطه، ومره يقول لك مش عارف ايه. تالت ضربه جزاء ما فيهاش اي حاجه. ماتش الاسماعيلي نقول ماشي يعني باير محمدي فرد ايده الكره الشوط جت فيه، وماتش بتاع اللي هو البنك ضربه الجزاء فيها الراجل جت في ايد الراجل الباك الشمال الافريقي بتاعهم، لكن ماتش سيراميكا ده اللي مش ممكن الراجل. طب انا يعني عارف اللي هو بيقول لك ايه طالب قاعد بيسمع للشيخ بتاعه في الكتاب. طب اسالك سؤال واضح، اكمل بالله عليك وانا اسمع. فطالب قاعد بيسمع للشيخ بتاعه في الكتاب بيقول له ايه فخر عليهم السقف من تحتهم، قال له يا ابني لو مش حافظ ميز ازاي اخر عليهم السقف من تحتهم، الآية بتقول فخر عليهم السقف ايه من فوقهم. انا حكم والراجل اللي قدامي بتاع مهاجم سيراميكا التيشيرت بتاعه بيترفع لحد ما وصل لحد هنا والتيشيرت الابيض باين، يعني راجل كويس لابس تيشيرت ابيض. فالتيشيرت هل مثلا كان في نوى في الملعب وطياره التيشيرت؟ هل الجو كان ساقع مثلا وفي هواء كتير؟ الراجل اكد قال لك يا ضربه جزاء. ما انا بكلمك في الحكام، انا بتكلم على الحكام. طب المقاولين ضربه جزاء ولا ملوش ضربه جزاء؟ كل الحكام طلعوا اتكلموا. طب رد عليه. ما انا بقول لك كل الحكام طلعوا اتكلموا في موضوع المقاولين وحصل جدل. لا انت كمحمد، انت كمحمد المقاولين له ضربه جزاء؟ والله العظيم ما في اي حاجه، اقسم بالله اللعيب مثبت ايده. طب طالما حلفت خلاص. الراجل مثبت ايده والحكم حسبها والفار اللي رجعه قال له تعالى بص عليها. يعني الحكم اوريدي حسبها، الحكم مش متواطي او ان هو لا ده بسرعه. احمد الغندور قاعد يبص في كوره حسين الشحات لما اداس على رجله من فتوح في ماتش الزمالك وقعد حسب بتاعت الزمالك حسبها زي الصاروخ والفار رجعه قال له لا ده الكوره اتلعبت والمسافه بين المدافع والمهاجم مفيش قريبه والراجل موه جت في ايد اللاعب وايده جنبه تعتبر هنا في اللائحه جزء من الجسم فساعتها اتلغت. دي ما فيهاش ده كل الناس اعترفت ان هي مش ضربه جزاء. بس خلي بالك عشان اللائحه دي اتلغت. لا 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 جزء من الجسم فعلا الكره جزء من الجسم. والله لا لا خالص والله لو اصل ما فيش هنا. بس ما تقلقش انا مصدقك من غير حلفان، انا مصدقك. اصل انا ما بفوتش ماتش في الاستاد. ما انا بقول موجود. لا ما انت في الاستاد مش هتشوفها كويس. لا ازاي ده بالعكس لازم تبقى في الاعاده عشان تعرف. ما احنا بنرجع نشوفها بعد كده. لا هو كان عامل ايده كده، كان عامل دراعه كده، كان مفتوح. انا بقول لك اي حد بيشوفنا دلوقتي يجيبها. انا بقول لك وجهه نظرك مش وجهه نظرك. الراجل ايده جنبه وجات فيه وفار لما رجعه فعلا. الغريبه يا كابتن شادي شوف ماتش الاهلي وسموحه، شوف ضربه الجزاء بتاع بيرسي تاو اللي هاني سليمان فارد ايده العكسيه وجاب رجل الراجل خالص وقدام واحد من افضل الحكام يمكن في افريقيا كابتن حمود بنا، انا بحترمه جدا وشايف ان هو فعلا يستحق يكون افضل حكم في مصر وما حسبهاش. رد فعل الاهلي كره بتاعت حسين الشحات الراجل بسيوني جاب الحكم وقعد يزوم له على الرجل وشوف الشراب الازرق وشوف الشراب مش عارف ايه، وقعدوا عملوا سيمينار حوالي نص ساعه عشان يثبتوا بس ان ايه محمود عزت هو اللي زق الكره بسن رجله وحسين وقع ومش قصه. هات لي كده كره سيراميكا. لا الحنفي شاف ولا محمد معروف شاف برضو. انت عارف محمد معروف ده اللي نط مع بن شرقي وهو بيجيب الجون في ماتش الانتاج اللي كوره في ماتش بتروجيت مصطفى فتحي ما حدش جه ناحيته ووقع وراح رامي نفسه وحسبها ضربه جزاء، وفي ماتش الزمالك ودجله الراجل بيرفع الكوره محمود علاء عامل كده وبتيجي في كده قدام عينيه ده بيبقى جوه ال 18 وما حسبهاش. طب ما انا لما الاقي حكم بيتكرر منه كل الاخطاء دي يبقى الحكم ده عنده مشكله فنيه صح؟ طب لما الاقي الاخطاء كلها بتتكرر لصالح فريق واحد ويجي في ماتش الاهلي والمحله محمد شريف راح انفراد ومحمد فتح الله بيشوط هو والجون ده جوه ال 18 يعني على حدود ال 18 وما بيديلوش طرد بيديله انذار بس وبيحسب فاول بيجي منه جون ملوش اي علاقه بالفاول السنه اللي فاتت ماتش الاهلي والمحله في المحل ومحمد هاني ليه ضربه جزاء صحيحه وكل الناس اعترفت ان هي صحيحه وما عسبهاش. اذا الحكم ده بيجي على الاهلي وفي 4-5 ماتشات بيجامل الزمالك يبقى هنا عندي مشكله. ما ينفعش الكابتن عصام عبد الفتاح يطلع يدافع، لا ده بالعكس ده انا اقف معاه. انت عندك مشكله فنيه
انت بتغلط في كل الماتشات الكبيره، انت نطيت مع لاعب بتاع الزمالك وجيب جون في نهايه الدوري في ماتش الانتاج الحربي، وطلع كابتن وجيه قال لك دي لازمه عنده، ده هو بيكررها كتير وبيحب يلعب مع اللعيبه، اذا كابتن حسن شحاته كان ما كان بيتفاعل مع اللعيبه وعلى الخط. هو في كلام زي كده؟ طيب خلينا نسمع. لا انا بوريك بس الكلام مردود عليه ازاي. كلامه الاهلي مش بيتجامل في من التحكيم. والله انا مستغرب يعني كلامه ان الاهلي فريق جميل جدا وعمره ما اتجامل من التحكيم وعمره ما استفاد من الاخطاء التحكيميه، ولكن في النهايه دي وجهه نظره، لان هو بيتكلم كلام انا يعني ايه كان الناس كلها دايسه على النادي الاهلي او مش دايسه. انا ما قلتش دايسه، يعني الحكام كلهم مترابطين بالنادي الاهلي ولجنه التحكيم واتحاد الكوره ضد النادي الاهلي وبيحاربوا النادي الاهلي، مفيش مجاملات خالص للنادي الاهلي. انت بتقول في احتواء، انت بتقول في، انا بوريك الاحتواء على اصوله. انت اللي بتقول، بقول لك اهو بالورقه والقلم في خمس ست ماتشات الاهلي بياخد 18 بونت. يا محمد يا محمد، ما انا انا بفهمك فن الاحتواء يا بجد. محمد يا محمد، فن الاحتواء، فن الاحتواء لما اتحسب ضربه جزاء لابو تريكا غير صحيحه، اعترف بيها محمد ابو تريكا نفسه وقال لك انا غطست جوه الـ 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 لا هو ما قالش انا غطست جوه جوه المستطيل الاخضر. يا سيدي ماشي، غطس جوه المستطيل الاخضر، فالحكم على طول ما صدق وقام اداله ضربه جزاء عشان خد بيها النادي الاهلي. خد بيها ايه؟ ده كان فرق 30 بوينت يا سيدي. استنى ده الزمالك في الدوري الفني السادس. استناني طيب، استناني طيب. هو ده الاحتواء، انا بقول لك هو ده الاحتواء. لا لا اصل بس بقول لك انت بتقول لي، انت بتقول لي عشان انا كنت موجود في المباراه دي، احمد فتحي جاب هدف بعدها يا سيدي وكسبنا 2 يا سيدي. بس هو الراجل جمهور الزمالك عنده اقتناع ان الدوري ده خلص بضربه جزاء ابو تريكه، والفرق كان 30 بونت. انت متخيل؟ والله ما بهزر. خليني بس يكمل كلام. محمد بنتكلم في ايه؟ انت بتتكلم على اخطاء التحكيم، بقول لك محمد ابو تريكه نفسه، انت تقدر تقول محمد ابو تريكه كذاب؟ لا 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 لا، ايه علاقه ابو تريكه؟ انا بقول لك محمد ابو تريكه هيكذب يعني؟ وما قالش بين سبورت اللي بتقوله ده خالص، اي لعيب يتزق قال لك محمد ابو، يعني محمد ابو تريكه بيكذب؟ ما هو ما قالش. انا بقول لك ما قالش يا سيدي. انا بقول لك يا سيدي، ضرب جزاء حرس الحدود مش صح. يا سيدي انا بقول لك اهو، يا سيدي انا بقول لك اهو، هو نفسه اعترف ان هو مثل، هو نفسه اعترف ان هو مثل الادعاء ان هو وقع في البتاع، الحكم ما صدق، الحكم ما صدق قام اديله ضربه جزاء. ايوه في ماتش الحرس صاحب الشأن بيعترف. انت بتتكلم في ماتش الحرس يا محمد، بتتكلم في يا عم ثواني، في ماتش الحرس يا سيدي. اه في ماتش الحرس. طيب هو حد اتكلف عليه؟ ما انت بتجادل فيه، بيقول لك دي ضربه جزاء. انت بتجادل فيه. الجدال هنا ان انت تقول لي ضيعت الدوري يا سيدي. انا جبت سيره الدوري. والله انت اللي قلت ضيعت الدوري يا حبيبي. ما ضيعش الدوري. الاهلي كده استفاد من التحكيم ولا لا؟ انا بديك مثال على في انت بتتكلم على اول امبارح يا محمد. انت بتكلمني في ماتش في 2008. ما انت جبت لي ماتش من السنه اللي فاتت يا محمد. هو انت دلوقتي يا محمد، انت حط المبدا اللي احنا نمشي عليه. احنا دلوقتي بنتكلم يا حبيبي يا حبيبي، استناني بنتكلم في حاجه. حكم واحد محمد عنده معيارين، خليه يوصل، خليه يوصل الفكره ابو علي اللي هو عايزه. انت جبت لي ماتش بالسنه اللي فاتت. طيب انا بقول له ان حكم يعني انت دلوقتي معيارين مختلفين. احنا دلوقتي انت دلوقتي عشان بس نبقى الامور واضحه، انت عايز نتكلم على الماضي ولا نتكلم على الموسم ده؟ اللي هتقول عليه انا همشي عليه. لا الموسم ده انا ما بتكلمش على الموسم. ملوش دعوه، ملوش دعوه بالحركه بتاعت محمد معروف اللي عملها الموسم اللي فات. خلاص خليني اسمع بس. انت عايز تقول ايه؟ انت دلوقتي مش عاجبك. انت بتهرب، بتهرب من الموضوع بحاجات. لا 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 الكلام ده من شهر ونص. استناني بس. طيب بعد اذنك، الكلام ده من شهر ونص بس، مش حاجه صعبه. ايه علاقه شهر ونص بان انا اجيب ماتش من 15 سنه؟ تاني ما تقولش بس بتهرب، عشان انا ممكن بقول ان انت بتلاوع. ايه الملاوعه في كده؟ محمد الملاوعه في ايه يا محمد؟ رد عليا. طب الملاوعه في انا بس بقول لك على حاجه، بس بقول لك على حاجه. اتفضل. انت عايز نتكلم على الماضي ولا نتكلم على الحاضر؟ احنا بنتكلم، احنا بنتكلم على اللي انت عايزه يعني. انت بنتكلم على اللي مزاجك. في حكم، احنا بنتكلم على اللي حسب لكاسونجو، حسب لكاسونجو. انا اقول لكم حاجه كويسه، اقول لكم حاجه بعد اذنكم، بعد اذنكم على التحكيم. لا حاول على حاجه. لا لا على التحكيم، انا برد عليك بالنسبه للتحكيم. بقول لك الاهلي استفاد. لو سمحت، لو سمحت اول حاجه بعد اذنكم، بعد اذنكم نقطه نظام. طيب ده في حكام بيجوا للنادي اتنين يا محمد، اتنين لا اتنين ينسون. ايوه لو سمحت يا جماعه، الاهلي عنده لسه حكام. خلونا نعمل نقطه نظام بعد اذنكم، بعد اذنكم، بعد اذنكم. يلا يا جماعه حكام اتنين ينسون بسرعه، نهدي الجو ونرجع نكمل كلامنا عن الاهلي. والله برحب بحضراتكم من جديد. وواصل حوارنا مع نجومنا الاستاذ محمد الشرقاوي والاستاذ محمد ابو علي، وتم الاحتواء بنجاح مش من الكابتن عصام عبد الفتاح، من مذيع البرنامج الحمد لله.
استاذ محمد. لا استاذ محمد استنى بس انا عايز اكمل النقطه اللي انت قلت لي استنى وجيب يانسون وما جبتش يانسون. انا انا بس عايز اقول في الاول وفي الاخر لا 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 بعيد بس اكمل النقطه دي معلش. اتفضل. الحكم اللي الكابتن او الاستاذ محمد الشراوي بيتكلم عليه اللي حسب ضربه الجزاء اللي مش صح فعلا وكلنا عارفين ان هي مش صح بتاعت حرس الحدود هو الحكم محمد فاروق اللي اخر ماتش ليه كان بيحكم ماتش الزمالك وسموحه في نهائي كاس مصر وسموحه متقدم 1-0 الراجل مشكورا اللعيب زق لعيب سموحه في طلع كاسونجو حط كرة بدماغه ولعبوا ضربات جزاء الزمالك فاز بالبطوله ساعتها وخد كاس مصر ولعب كونفدراليه وبعد كده خد بطولتكم في قصه كده فهو هو الحكم محمد فاروق. استاذنك هنا لو الراجل قاصد عايز بس اديني بس فرصه لو الراجل قاصد ان هو يجامل الاهلي كويس مش هيجي ايه في يوم من الايام يجامل الزمالك فاهم قصدي خلاص انا بتكلم بقى محمد معروف على طول الخط بيجامل الزمالك وعلى طول الخط هيظلم الزمالك على حساب اسمه هو على حساب اسمه لا كده هي لا كده هيجامل على حساب اسمه وانا ما اسمحش بده لا لا هو الحكم صار بس هاتوا على التليفون لا 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 انا بتكلم في ايه طب انا دلوقتي في نزاهه حكم محمد لا لا انا اللي بشكك ولا انت انت بتشكك في نزاهه حكم طب انت زعلان ليه دلوقتي لا ما انا بقول لك عشان الراجل مش موجود طب هو احنا اتكلمنا على مين واحد 100 واحد مش موجود لا انا بقول لك محمد يعني انت مسكت في ده اللي مش موجود لا انا بقول لك محمد ابو تريكه قال كذا احنا دلوقتي قاعدين بنتكلم ممكن اقول الحاجه بعد اذنكم يا جماعه بعد اذنكم يا جماعه لو سمحتوا سمحتوا مش هينفع الحوار كده لو سمحت يا استاذ محمد هو انت رئيس لجنه ازاي ازاي والله غلط استاذ محمد ايه الغلط في ازاي انت بتقول بيجامل لو سمحت لو هو انت هو انت دلوقتي ما اتكلمتش على الكابتن سيد يا جماعه لو سمحتوا الحوار مش هينفع كده مش هينفع كده مش هطلع في فصل كل شويه انا بسال سؤال بسال سؤال بسال بيقول احنا ما عدا كلامي خلينا نروح للصح هو ايه اللي ما ينفعش النادي الاهلي في بعض الحكم الكابتن سيد مش هينفع كده يا جماعه انا هقول الكابتن سيد مش هكمل الحوار كده انا بقول الكابتن سيد لو سمحتوا لو سمحتوا مش هكمل الحوار كده الاهلي بيستفيد في بعض المباريات والزمالك بيستفيد في بعض المباريات طب دي كره القدم وبيحصل اخطاء هنا وبيحصل اخطاء هنا في تاريخ كتير جدا فيه الامور دي ولا انا ليه بنتكلم على الاهلي والزمالك طول الوقت علشان توجيه اللوم لا انت خدت البطوله دي مش عارف بالحكام وانت اخدت مش عارف ايه العلاج ايه العلاج الاحتواء بقى بجد لان انت النهارده لما بتنفذ العداله بتقدر انت تتكلم بقى في امور تانية عندي اخطاء في الفرقه عندي اللعيب ده اخطا المدير الفني عمل تشكيله العلاج ايه العلاج تطبيق القانون واللائحه على الكبير قبل الصغير العلاج ان يبقى فيه ما حدش يخاف من لون الفانيلا يعني محدش يخاف من لون الفانيلا الحمراء او لون الفانيلا البيضاء او لون الفانيلا الخضراء او لون الفانيلا الزرقاء القانون قانون بيطبق على الجميع الكبير قبل الصغير لو انت عايز تتكلم عن اخطاء تحكيميه انا ممكن اكلمك عن اخطاء تحكيميه استفاد منها النادي الاهلي هذا الموسم والناس كلها خافت وانا اتكلمت مع حكام وقالوا لي ده هيعمل لنا مشاكل لو احنا اتكلمنا فيه ولكن زي ما الكابتن شادي قال زي ما الكابتن شادي قال ايه هو الحل الحل ان القانون يطبق على الكبير قبل الصغير زي ما انت قلت كده يا كابتن شادي الاخطاء بيستفيد منها الجميع في اوروبا في الدوري الانجليزي الدوري الاسباني الدوري الايطالي كل الدوريات اللي احنا بنتابعها في التلفزيون بنلاقي اخطاء تحكيميه فادحه برضه فيها فار وفيها حكم ساحه محدش بيتحدث زي ما احنا هنا بنتحدث في مصر ويمسكوا يعملوا المشانق للحكام او لجنه الحكام الانجليزيه او لجنه الحكام الاسبانيه وبنشوف بنشوف احوال العالم موجوده ده كل يعني ده شيء طبيعي جدا شيء طبيعي جدا ولكن محدش بيعلق دايما شماعه فشله على اخطاء التحكيم يعني يبقى عنده مشكله معينه فيجي يقول لك اصل ده الحكم بيجامل الفريق المنافس او اللي هو عنده خلل في حاجه معينه فيحاول ان هو يصدر المشكله انا اسف على المقاطعه فين المؤامره الكونيه انا اسف طيب. انا اسف على المقاطعه لما انا شخصنا من خلال الحوار راح للاهلي والزمالك طب والخمس انديه اللي اشتكوا بعض الخطابات يا كابتن شادي شوف استاذ محمد قال في البدايه اي نادي اي نادي عنده كلامه كله بينصفه اصابع الفتاح في مداخله السنزال امبارح من حق ان هو يتحدث عن مظلوميته وانا عشان كده بقول لك ايه العداله على الكبير وعلى الصغير تتحقق على يعني تطبق العدل وتطبق القانون وتطبق اللائحه على الكبير قبل الصغير انا كلامي واضح عشان كده بقول يعني بتكلم على الاهلي والزمالك باعتبار ان هم كبار الكره المصريه وكبار اللي هم الرياضه المصريه فلما تحقق العدل على دولك بالتاكيد هتنعكس على بقيه الاستاذ محمد الحالي. استاذ محمد من ضمن الحاجات اللي عايز اقولها واسمع رايك فيها المعايير الواحده في يعني مثلا في لعبه تبقى موجوده مثلا خلينا نتكلم بقى بصراحه في لعبه في مباراه تمشي عادي
وهي هي نفس اللعبه تتحسب ضربه جزاء تتحسب ضربه جزاء او تتحسب فاول او 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 انت بتقول بتقول ايه بتقول الحل واستاذ محمد بيتكلم بيقول ايه نطبق العداله على الجميع بالظبط ولا احمر ولا اصفر ولا اخضر ولا برتقاني ولا اي حاجه ومش هنبص الالوان لما يطلع رئيس اتحاد او لجنه الحكام يقول فن إدارة الماتشات بيستوجب إن الحكم يحتوي الفريق اللي لقيه متنرفز وتنشن ولعبته ابتدت تبقى في داخلها احنا عندنا الاحتواء ده مش قصدي أنا بكلمك أنت هو اتكلم على نادي معين؟ لا بيتكلم مع كلام عام أنا بتكلم على الكلام نفسه طب العبارة دي إيه مشكلتها؟ لا إيه مشكلتها إن هو مثلا بيحتوي لعيبة الأهلي مش أو يحتوي لعيبة الإسماعيلي ما هو ما فيش أو بيحتوي لعيبة الترسانة هو بيقول في محاضرة لا خاصة بالمانجمنت ماتشنج أو حاجة زي كده إدارة الماتشات كويس؟ فبيتكلم ان المحاضره دي بتقول ان انا الحكم لما يلاقي لعيب مش خلاص كل الفرق تنزل بعد كده متنرفزه ومتوتره ومتنشنه عشان الحكم يبقى معاهم عشان الحكم ما هو ده اللي بيقوله بقى لا انت بتقول كلامه غلط يا محمد هو مش قصده كده بقول ايه يا عم مراد عرض لنا الفيديو صوت هو مش قصده كده موجود على فكره ما بتشكش في الكلام صوت لا بالمناسبه بس في حاجة اسمها دايما وحتى المعلقين واحنا بنقعد قاعدين بنتفرج في بتاع يقول لك ايه الحكم لازم يبقى عنده يعني ايه ذكاء اكتر من كده ان انت مثلا متنرفز او شايف ان انت يديك ظهره مش بيتقال كده والخبراء بتوع الاستوديوهات التحليلية ساعات بيتكلموا بالشكل ده والمعلقين نفسهم ولاعيبة الكرة نفسهم بيتكلموا في الكلام ده اللي هو فكرة من ان انا مش هجاملك ولكن ان انا بعد المباراه لبر الامان بما لا يخل بقواعد اللعبه وبما لا يخل بالقانون يعني انت ليه الناس بتتكلم ان يعني هو لما يجي الكابتن فريق دلوقتي فريق ارجعه للماتش وخليه يكسب كابتن شادي محمد عشان المباراه تعدي لبر الامان كابتن شادي محمد مثلا شايف ان هو متنشن او مش عارف ايه في مسموح للحكم ان هو يعمل انه مش واخد باله طالما الكابتن شادي محمد ما تفوهش بلفظ خارج ما ضربش حد ما عملش تجاوز أيوة يعني يتعاقب عليه بشكل انما لو مش معاه بشكل رسمي انا مش بقاطعك بس بص انا جيت اتكلم انت دخلت وخدت الكلام وقعدت تتكلم اديني فرصه بس ارد عليه انا فين الكلام ده في العالم انا ضربت لك مثالين بماتش البرازيل والمانيا كاس عالم على ارض البرازيل ومغلوبه 7-7 والحكم ما بيرحمش ملوش علاقه في اولد ترافورد في معقل وديربي ليفربول وماتشات يعني او مانشستر كريستيانو رونالدو موجود وبول بوجبا موجود فرقه يعني مانشستر مش فريق صغير طرد بول بوجبا في الدقيقه 65 انت عارف يعني في الدقيقه لسه بتقول يا هادف الشوط الثاني لسه نازل اساسا يعني ممكن يقول لك ايه ده انا لو طردته ده مانشستر ممكن يتغلب 7-8 والجماهير تنزل الملعب لا يا ده احتوي ايه نلم الليل عشان تقصد عشان الناس تبقى اللي الكلام ده مفيش حسابات مالكش دعوه باي حسابات الكلام اللي بيقوله كابتن عصام ده ما بيتطبقش في العالم انا بطبقه علينا بالعافيه يعني هقول كلام مع كامل احترامي الراجل على فكره انا بحترمه جدا وبحبه كنت شايف ان هو الدنيا معاه هتنصلح ويبقى حاجه تانية خالص بس فوجئت بالكلام بتاعه غريب انت بتدي فرصه يا كابتن عصام لاي حد يبقى نازل اي ماتش بعد كده خلاص بقى ما رئيس لجنه الحكام اللي قال الحكام ما بتلاقي حد متنشن وبتلاقي مش عارف بيحاولوا يعني ايه يفوتوا له حاجه مش عارف ايه الكلام اللي هو ايه اللي اتقال خلاص طيب انا عشان انا اربط بقى اني على طول لعيبه الزمالك نازله متنشنه وبتتكلم مع الحكم بنرفزه ولاعيبه الاهلي برضو بتبقى نازله متنشنه وبتتكلم في لعيبه من الاهلي بتتكلم مع الحكام بشكل غير لائق والله خالص وبرضه بيحتووها والله خالص انت ليه بتحلف انا مصدقك انا اتفرجت على ماتشات الاهلي انا مصدقك والله من غير حتى ماتش 5 ده الاهلي 5-1 مثلا بيلعب زي 5-1 وبيتحسب عليه ضربه جزاء واللعيبه عادي خالص وبتلعب والدنيا هاديه وما بيعترضوش 5-3 واللعيبه بتلعب عادي ومش عارف ولا اي تنشنه انت بتيجي بتوصل لمرحله بقى لقيت الحكم لا في حاجه غلط لكن انت لو بصيت على ماتشات الاهلي الاسماعيلي 4 الزمالك 5 سموح 4 المحله 3 يعني الماتشات الاهلي بيبقى عامل سكور فيها ما فيش تنشنه لكن انا لما اجي ابص اللي انت بتقوله ان هو احنا نصلح ان هم ما يبصوش لالوان طب كويس ما بيبصوش لالوان ازاي ما هم هيبصوا لاي لعيب متنشن وهيبتدوا يبقوا معاه يبقوا في صف انت بتقول ما فيش هيحصل حاجه لو سبته لا يعني الحكم دلوقتي حسب لي ضربه جزاء عشان يحتويني او عشان خاطر يعني يلاقيني متنرفز فيهديني عشان الماتش ما يبص طب ما بعد كده ضربه الجزاء دي رجع في جون في اي لحظه والنتيجه قربت وخسر الفريق الثاني انا فاكر ماتش الاهلي كان بيلعب بتهيألي المصري في مصر والاهلي متقدم 2-0 برضو في الكوره ما فيهاش اي حاجه من بره خالص الحكم حسب للمصري كان في بورسعيد الحكم حسب جول ضربه جزاء للمصري وفي اخر دقيقه جابوا جون وتعادل وبسبب برضو ان هو كان بيهدي الدنيا وبتاع حصل ضربه جزاء ولا كان ليه علاقه بضربات الجزاء تمام معلش اول حاجه بس اخر حاجه ونختم موضوع الاحتواء لو انتوا حابين في البتاع الاحتواء الحقيقي اللي بيبقى للنادي الاهلي ممكن بيبقى داخل المستطيل الاخضر انا ما بتكلمش على الاهلي والزمالك يا سيدي انت قلت تقول الزمالك دلوقتي انا قلت الزمالك اه حبيبي انت دلوقتي الاحتواء الحقيقي للاهلي بيبقى داخل المستطيل الاخضر في بعض الاوقات وخارج المستطيل الاخضر في بعض الاوقات يعني لما محمد الشناوي يتجاوز مع الحكم ويتوقف 4 ماتشات ويجي الكابتن احمد مجاهد
يقول لا علشان خاطر النادي الاهلي هيلعب في كاس العالم الانديه ونجهزه لكاس العالم الانديه هنكتفي بمباراه واحده فقط. مال النادي الاهلي بالموضوع؟ هو الكابتن احمد مجاهد اللي احنا مالنا هنا. ما انا بقول لك اه، ما انا بقول لك اه، ولما يجي شيكابالا يا سيدي معلش ما هو شيكابالا نفس القصه، ويجي شيكابالا يحصل مشاده بينه وبين الكابتن احمد الشناوي يقول له انت اهلاوي احمد الشناوي مع احمد مجاهد ده بيجري وراه في الملعب يا استاذ محمد، ما جريش وراه رئيس اللجنه الثلاثيه، ما جريش وراه، لا لا كلام والله كان بيجري وراه في الملعب، كلام كذب، ما تحلفش بالله كلام كذب، كلام كذب، وانا جبته من عندي ده كلام كذب، كلام كذب، احمد مجاهد نفسه ما قالش الكلام ده، ما قالش ايه، انا بقول لك انا شايفه احمد مجاهد بيجري من على صاحب الشان نفسه ما قالش هذا الكلام، وجري من وراه صاحب الشان نفسه ما قالش هذا الكلام، انت بتقول لي كلام كذب، انا بقول لك فيديو احمد مجاهد لما احمد مجاهد نفسه لما سئل بعد المباراه شيكابالا قال لك حاجه، قال لي انا ما سمعتش، قال لي حاجه، بقول له بيجري ورا في الملعب، بقول لك احمد مجاهد نفسه صاحب الشأن اللي حصلت معاه الواقعه قال شيكابالا ما قاليش حاجه، ناس سمعوه قالوا له انت اهلاوي خد 8 مباريات ورافض ان هو يخفض العقوبه لشيكابالا، هو ده الاحتواء، الاحتواء الاخر 8 شهور. الاحتواء الاخر لما يجي مدرب المنتخب الوطني الكابتن حسام البدري يغامر بسمعه المنتخب المصري ويخلي التصنيف بتاعنا هو التصنيف الثاني لمجرد ان هو عايز يحتوي النادي الاهلي ويريح اللعيبه بتاعت النادي الاهلي وما يلعبش ماتشات وديه، كابتن حسام قال الكلام ده وما يلعبش قال الكلام ده وما يلعبش ماتشات وديه فيأثر بالسلب على التصنيف بتاعت مش مهم انت تسمع كلام المخلص اكسب بيه بونت وانا اتكلم وخلاص، لا لما يلعب ماتشات وديه لما يلعب ماتشات الكلام ده ما اتقالش، انا بقول لك اهو، انا بقول لك عشان المسابقه تكمل يا محمد، انا بقول لك اهو، لا ما انت بتقول كلام، انا بقول لك اهو، انا بقول لك، لا انا كلامي مش غلط، الناس قالوا عشان المسابقه تكمل يا محمد، اسمع يا محمد، عشان المسابقه تكمل، عشان ما عندناش وقت يا ابني، عشان ما عندناش وقت يا ابني، حاول تستفيد، الكابتن حسام البدري انا ممكن استفيد من حسام البدري مع يعقوب السعدي، مع يعقوب السعدي في قناه ابو ظبي قال ان انا ما رضيتش العب الماتشات الوديه في الاجنده بتاعه الدوليه علشان خاطر لعبت النادي الاهلي مجهده وادي فرصه لعبت النادي الاهلي تشم نفسها عشان تقدر تلعب دوري ابطال افريقيا، فاثر بالسلب على تصنيف المنتخب الوطني اللي هيلعب في كاس العالم اللي جاي، بقينا تصنيف ثاني بسبب احتواء النادي الاهلي من مدرب المنتخب الوطني، من سبب المدير الفني الوطني، الدوري دلوقتي لو سمحت لو سمحت لو سمحت اتوقف 4 ماتشات يتعمل له ماتش واحد وشيكابالا اللي ما قالش حاجه خالص واتظلم يتوقف 8 ماتشات، هو ده الاحتواء الحقيقي، هو ده الاحتواء الحقيقي يا كابتن، هو ده الاحتواء. انا اقول لكم بس على مرسل. حاجه بعد اذنكم، بعد اذنكم، لا لا والله مرسل. المدير الفني، المدير الفني انت بتقول لي كاذب، لا لا انت بتقول لي كاذب، لا 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 ده انا بكلمك بتقول لي كاذب، عشان استاذنكم استاذنكم نطلع فاصل سريع، فاصل سريع ونرجع. لا 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 بص يا كابتن شادي كده مش هينفع ورجعنا لحضراتكم من جديد ونواصل حوارنا مع الاستاذ محمد الشرقاوي والاستاذ محمد ابو علي. بص تعقيب بسيط، تعقيب سريع، اديني فرصه بس اقول اول حاجه، لا لو سمحت اقول حاجه، اتفضل حضرتك معاك تقول كلمه، طب ما انا قول اللي انت عايزه لو سمحت يا محمد ما تقطعهوش، الله يرضى عليك، اتفضل اتفضل. بص اولا قصه شيكابالا، انا الناس انا بقول للناس اتفرجوا على الفيديو، سيبكم انا بقول غلط استاذ محمد بيقول صح، الناس تتفرج على الفيديو وتشوف شيكابالا عمل ايه بالظبط، استاذ محمد بيقول قال ايه، قال له انت اهلاوي، فاحمد مجاهد قلق فجري من ورا بتاع القصه دي، انا مش هتكلم فيها، الفيديو موجود والناس تشرش على الفيديو بتاع الواقع. قصه حسام البدري، كابتن حسام البدري، وان هو عامل لغى الماتشات الوديه عشان خاطر لعيبه الاهلي ويستريحوا ويعملوا جاكوزي وساونا والكلام ده ملوش اي اساس من الصحه، الراجل طلع والناس تسرش على تصريحاته في اون تايم سبورت او تصريحاته في المواقع، هتلاقي ان الراجل قال عشان خاطر لعيبه مصر المحترفين وعشان بطوله الدوري تستكمل. لو انا بقول كلام غلط واستاذ محمد برضو بيقول كلام صح، الناس في ريفرنس، في مرجع يرجعوا له يعني يسرشوا على تصريحات سبب عدم خوض المنتخب مباريات وديه فتره التوقف الدولي، تصريحات على لسان حسام البدري. انا اعتبر نفسي الراجل ما بعرفش حاجه، بس انا بقول للناس ارجعوا سرشوا وشوفوا الصح فين والغلط فين. انا متاكد من موقفي، وشيكابالا انا بقول لك اهو اتجامل، ولو زي ما استاذ محمد بيقول احنا ما بنبصش لالوان ولا بنبص ده مين ولا مش مين، قسما بالله والتسجيلات الناس كانت طالعه لايف شيكابالا يتشطف فيها. والفيديو موجود برضو في خروج شيكابالا عن النص. حد قطعك؟ كم؟ اتفضل يا فندم، انت عايز تقول ايه؟ معاك دقيقه. انا موافق، انا موافق محمد بالنسبه لموضوع الفيديوهات، الناس ترجع لكلام الكابتن حسام البدري لما قال ان هو ما رضاش يلعب الماتشات في الاجنده الدوليه، بالمناسبه كان فيها فتره توقف دوري، يعني الدوري كده كده كان واقف، يعني ما تلعبش ماتش، ما تقطعنيش بقى. احنا قلنا ما تقطعنيش، انا ما تقطعش صح، في اتفضل ما
كان فيها فتره توقف دوري كان ممكن يطلع فيها الدوري. كابتن حسام البدري قال علشان اجهاد لعيبه النادي الاهلي. بالنسبه لموضوع شيكابالا، تقرير لجنه الحكام وتقرير مش عارف مين ومين 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 لم يذكر اي وقعه. كل قصه انه قال له انت اهلاوي. حتى الكابتن احمد مجاهد اللي هو صاحب الشقه وصاحب الواقعه، ويا ريت الناس برضه ترجع للفيديو ده، طلع برضه في حوار تلفزيوني لما سئل شيكابالا عمل معاك ايه، قال انا ما سمعتش حاجه. فانا مش عارف هذا الكلام جه منين. ده كده ايه، احنا قلنا بقى خلاص في خلاص بقى انا بتكلم عليه. ما احنا قلنا نشوف الفيديو، احنا قلنا هو اتفضل هو ملتزمش بالاتفاق. اتفضل عشان معانا والله دي. حاضر. لا بس خلاص كده يعني، طالما هنرجع للفيديوهات الناس هتعرف الحقيقه فين، وان احنا بنتكلم يا جماعه بموضوعيه وبنتكلم بمصداقيه. في الكلام اللي انا بقوله ده موثق بالفيديوهات وموثق بالصور، وفي تقرير موجود في اتحاد الكوره. لو كان في اي تجاوز زي ما البعض بيردد او زي ما محمد بيقول، بالتاكيد ما كانش حد هيتجاوز عن اي تجاوز من شيكابالا. تمام. انا بعيد بقى على الفيديوهات، فريق العمل بيقول لي في فيديوهات، في فيديو عايزين نعرضه دلوقتي، والله ما اعرف فيه، بيقول لي مفاجاه. نتفضل نروح كده نشوف استاذ محمد مراد وساره الفيديو فيه ايه. اتفضل. كابتن شادي يا حبيبي، كل سنة طيب يا حبيبي وعيد ميلاد سعيد. أتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله مكسر الدنيا في البرنامج بتاعك ودايما بخير وموفق، وأشوفك دايما أحسن واحد في الدنيا حبيبي يا كابتن مصر. كابتن شادي كل سنة وأنت طيب وسنة سعيدة عليك يا رب، ودايما متألق كده، وألف ألف مبروك على البرنامج، ويا رب دايما كده منور التلفزيون ودايما متألق. كل سنة وأنت طيب يا كابتن شادي. كابتن شادي عامل إيه تاريخ؟ سلام طبعا حبيبي، وسنة سعيدة عليك وكسر الدنيا من كده حبيبي بالتوفيق. يا شد كل سنة انت طيب، عقبال مليون سنة حبيبي، ونشوفك دايما بخير ومتألق دايما يا كابتن النادي الاهلي يا نجم حبيبي يا كابتن شادي. كل سنة طيب يا شادي يا ابن النادي. كل سنة طيب يا شادي، عيد ميلاد سعيد عليك وعلى مصريتك، ودايما يا رب اشوفك من نجاح لنجاح حبيبي يا شادي يا ابو دم خفيف، وحشني جدا، وكل سنه وانت طيب، واشوفك ان شاء الله في احسن حال. حبيبي طيبين، تعال اتفضل. كويس انقذتونا من الحوار اللي كان شغال ده، متعبين جدا. تعال اكيد. الحمد لله الحلقه انتهت على خير. انا دايما بقول كلمه من هنا وكلمه من هنا، ده اهلاوي ده زملكاوي، ده بيحصل في كل حته في البيت الواحد، ولكن زي ما قلت ودايما بقول في الفقره دي، الاحترام هو اللي هيفضل موجود. انت اكيد بتحترم المنافس واكيد بتحترم زميلك، ولكن دي هي كرة القدم، بيبقى موجود فيها الكلام ده. انا بشكر المسؤولين في قناة النهار، وبشكر كل الناس اللي بعتولي النهاردة عشان عيد ميلادي، وكمان بشكر المركز الاعلامي للنادي الاهلي. اتفاجئت النهاردة الصبح بناس كتير بتكلمني، بشكر كل نجوم مصر اللي كلموني النهاردة وبعتولي رسائل، فريق العمل بالكامل، كل الناس، الاخراج، التصوير، الجرافيك، محمد ربيع بيقول لي انا في الكنترول، قال لي اوعى تنسى اسمي، هشام حيسن، كل الناس، محمد مراد، جيمي، سمير، علي سمير، رامي ناجي، كل الناس انا بشكركم، وساره وبولك وكل الناس. انا بعتذر بقى لو نسيت اي حد. انت طيب يا حبيبي شرقاوي، انت طيب ابو علي، كل سنه طيبين حبيبي، انت طيب. عيد ميلاد 45 ها؟ 45 لا 29 45. بشكر كمان يعني من الناس بصراحه، يعني انا بقى بتكلم كلمه من القلب، ليه اصدقاء كتير جدا، والناس دي خلال الوقت اللي فات كانوا واقفين في ظهري ومعايا، زي فريق العمل المحترم بالكامل، وكل زمايلي احمد حمزه ومحمد مانجا بقى واهاب، كل الناس. انا بعتذر لو انا نسيت اي حد، الناس دي اصدقائي وحبايبي ومعايا خطوه بخطوه الوقت اللي فات ده كله عشان نرجع تاني وعشان نبقى موجودين في الاعلام. فبشكر كمان النجوم اللي اتكلمت في الفيديوهات كلها، وكل الناس اللي كلمتني النهارده على التليفون، بشكركم، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وبكده انتهت حلقتنا من اوضه اللبس، انت استنونا بكره قبل دلوقتي بساعتين، وبشكركم شكرا جزيلا.